فيروز هاد الايام كامله شحفات عز باش انها تلقاه ما تلقاتوش. كل نهار كتعطيه سبه وهادشي طلع له هادشي في راسه. وحلف حتى غادي ندمها على هاد التبرهيش اللي كدير فيه. نهار غيشدها ما غيسقليهاش. جالسه في البيت وفي يدها التليفون ديالها كتلعب بيه قلات صغير مع المجيه ديالو غدا. اما حتى الهضره ديال اختها دخلت لها من ودن وخرجت لها من ودن. طلعت ليها سميتو هو كيعلمها بالمجيه ديالو. غدا ان شاء الله جويلات رجعي لداركم. بقات شاده التليفون في يدها وبالها غير مع اللغز اللي عطاتو. قالت لي ما بالحق ما قلتي ليش جبرتي جواب داك اللغز. صيفطات له وجلست كتسنى ثواني قلال يمكن دقائق ما تعاود شوج دقائق هو يجاوبها. هبط اللي عندي غدا وشوفيه. عقدات حواجبها وعاودت طلعت حاجب وخلت ثاني هبط. شنو زعما صافي لقاه جايبو للدار عندهم عادي معاقب والو. حلفت جبرتي جوابو. صيفطات له ميساج وجلست كتسنى على احر من الجمر يجاوبها. ولا شفيفه ابتسامه شقيه كتمنى غير تكون دازت عليه وحتى هو ما مخيباش. دقائق قلال صيفط لها ميساج ما تيقاش فيا. تيقى فيك وعارفه كتكون جبرتيه. كتبت له ميساج وهي غدر بالفرحه ومن ديك الشمس العشيه اللي غطلع معاه. صافي غدا ان شاء الله نشوف هذا الجواب. مع صيفطات ليه جاوبه في البلاصه بحال كان كيتسناها غير صيفط بشرط. تعجبات علاش ما صوناش وخرطات ليه البال باللي كيفضل لي زابيل ولا المباشر. شنو زعما يكون دابا مشغول. رجعت لمساله الشرط وعقدات حجبانها وهي ما فهمش علاش خاصو يتشرط. وعلاش تشرط يعني اللي خاصني نشرط انا اللي قلتي باغي تهضر معايا. اما انا ما قلت حتى شي حاجه. صيفطات ليه وطفى التليفون خبعاته ومشات تخشات في بلاصتها ما كان فيها ما يقول شي هضره ثاني. تطيل لها النعاس بركه غير ما قالت لها غسلان وتصوير التمثال اللي شافوها بقى في التليفون مرات خوها. ديك التصويره نيت خصها تشوف كي دير تمسحها وتهنى من هاد الويل كحل. غمضات عينيها وهي كتوجد راسها الغدا ان شاء الله فاش يجيب ديك البصله. وكتوجد شنو غتقول بلا ما ترد البال الميساج اللي وصلها في التليفون. الساعه الوحدة ونص الليل صوت الموسيقى ديال الراي والضحكات الرنانه الانثويه كيتسمعوا من داخل حتى لبرا. لا هما صوت الضحكات الرجوليه اما واحد دخان الشيشه ديال التفاح كان مغطي داك الصالون اللي مضويه غير اضاءه خافته بزز باش مخليه اللي جالسين فيه يبانو. مع حل الباب ودخلت حاله ما سامع ودني صوت هضره هناء ومصعب اللي كان جالس معاه حتى ولد امهم اما دوك الصوات ديال البنات الاخرين ما عرفهمش كانوا غير مألوفين. حتو بغى يزيد يختل داخل ويتعرض له الخدامه اللي كان باين فيها باقه فايقه وخا الوقت معطل. مرحبا بسيدي واش وجد لك الدوش دوش؟ ما كاينلاش. شكون كاين لداخل؟ سمع صوت الزايد. غير سيدي مصعب وموحى وشي بنات معاه وما عرفتهمش. سيدي شيلها بيدي باش تمشي في حين هو تم داخل قاصد الصانو اللي كان خارج من الدخان ريحه الشيشه والكار. روح توقف في الدخله ديالهم على وقفه ليوقف. بانوا لي جالسين ثلاثه ديال البنات غير القرطاسه لختها وحده جالسه فوق موحى اللي كان جالس فوق الفوتوي. وفي الجهه اللي مقابله معاه جالس مصعب وسط هناء اللي لايح يده من مور ظهر. هناء اللي جالسه حداه وحاطه حتى واحد الشيشه كتشيش وتدوز ليه شي. وسط بنت اخرى كان جايبها سكر لهاد الليله باش الا ما صدقاتش ليه مع هناء ما يخرجش بلاش. ابا فوق فوتوي اخر كانت جالسه بنت اخرى حاطه حداها واحد الشيشه كتشيش منها وعيشة مع الموسيقى. مرة مرة كتنقب من واحد التفصيل كانوا فيه ويدات ديال الفرماج والزيتون محطوطين فوق الطبلة مع التقيوتات. قشع خوه داخل وقف هو كيضحك. شفتك ما جيتيش قلت محال واش باقي غادي تجي. جلس فوق الفوتوي اللي خاوي مفرق رجليه وسند ظهره مرجعو اللور كان باينه لوجو العيا. لحيتو فوق اليد الجانبية ديال الفوتوي ونطق بصوت مبحوح بحد الكار وعيني مع خوه. كان عندي ما يدار عاد تفكيت. شوف لك مع ديك البياسة مشاو عينيه البنت اللي جالسه بوحدها. دبرت فيها غير ودك من ديك خيتي اللي عاودت لك عليها في الصباح عقلتي عليها. مشاو عينيه جهه البنت اللي كيهضر له عليها. بانت لي حتى شيشه شدت التيو ديالها وكتنصر منه وتبخ دخانها. جبتي بها الطريق على الخاوي عنديش كانتها. شافت طول الشوفه فيها قبل ما يسد عين وناضت هزاتها معاها تما تغدى الجهه اللي جالس فيها كتميل لانغام الراي المطلوق حتى وصلت لحداه. حطت شيشه قريبه ليه وجلست حدا كتنصر منها وتبخ. الا ما كانش عندك الكانه نديرها لك ولا كان مورالك هابط معايا يطلع نسى عليك الهم ينساك. شاف فيه مصعب وعاود شاف البنت اللي سندات راسها على ظهر الفوتوي وعينيها غير معاه. ما سمعش مزيان اش قالت الخوه ولكن عارفها غتكون بدات تحيك خيوط عليه. حل عيني وشاف فيها لقى وجهها قريب تبلع ويناتها المعسنين فيه
وباقا شاده في يديها التيو ديال الشيشه، عاودت خشاتو فمها نترات منه وقربات لي باش يشيش معاها. مشاو عينيه الشفيفه وطول شوفها فيهم ثواني، عاد فيكسا عينيه في عينيها، طول فيها الشوفه حتى شكات في راسها واش دارت شي حاجه ما هياش. شافت مصعب هي ما فهماش مالو على دوك الشوفات، وتلقائيا رجعت للتيو عندها. اما هو تقاد في الجلطه وبدا يعيط للخدامه بالغوات باش تسمعو، حتى جات لي عنده كتجري، جيبي معك وحده نصايبها لك سيدي ونجيبها لك تصايبها انت. لا حيدو على الفوتو ينطق، ما بانت لي غتمشي ويحبسها. جيبي غير نرقلها هنا، قلبي في البلاكه اللي تحتاني غتلقاي تم كرطوشه جديده سي من نهارات وجيبي لي. او مات لي براسها من مور ما فهمات بلي كيقصد تجيب له راس جديد من الكرطوشه اللي جابها باش يركبوا في التيو ديال الشيشه، وما تجيبش ليه من الريوس اللي كاينين على برا بحكم كيكونوا بلا ميكا غير كاينين في الكرتونه. ما عارفش واش جداد ولا ديجا شي حد حط عليهم شلاقمو. اما البنت اللي حتى بقات كتشوف مصعب وما رضاتش من مور ما فهمت البلان ديال عارف عاف من فمها اللي قاس راس التيو ديال الشيشه. راه باقا فيرج دريه مدبلك فيها بميكتا، دوز يدو على التغر ديالو ونطق بورد بحال ما كايناش حداه وكتسمع بميكتا وديها معاك انت. مشاو عينيه البنت اللي حداه وجلس كيسكانيها من سيقانه حتى راسها. شركم هاد الليله واش بعقلك؟ راك عارف اللي كاين، ما عنديش انا مع ديك الشيء ديال ثلاثه جوج، انا غير وحده وحده ودايزه اواشر. دابا انت ما اولش عليها وموحى حتى هو ما بانش ليا في ديال جوج، اش غنديروا معاها؟ راني مخلصه. واش صافي الله يسامح نصيفطو في حاله تسباس في دارهم؟ لا حيدو فوق الفوتوي من ورا ظهرها وعينيه مفيكسين في عينيها عكس هدرتو لي كان موجهها لخوه. تخلصت خليها تعرق على دوك الريالات ما ديهمش باردين، راه تخرج من الطريق بتمارس. وحتى هو بقات فيه الترية وعرفها غتكون تقرصات من هدرة خوه، حتى ولا باغي يسد الموضوع ويجمع ويكون عرفو غيمرقها قدام صحاباتها ما كانش كاع يجيبها. شنو واش نصيفطها البيت سبقك ولا نخليها معانا حتى تمشي هي والدريات؟ ما تخليهاش معمره ليا القنت هنا، صيفطها للاستاذ دايزه فيه. جات الخدامه وجات مع الشيشه مع الجمر والمأسل والالومنيوم باش يريقل شغلو النيت، هادشي اللي كان هو كيتسنى من الصباح وعلى ود هادشي جا. اما البنت اللي حدا عيط لها مصابه للاستاذ وخرجت لعندو دير خدمتها اللي جات عليها، مخليهم هما قصارين ومكملين قصارتهم حتى ناض محمدتهم وتم قازد واحد من البيوت اللي تما هو البنت اللي معاه مخلي مصعب وهناء قاعدين وكيضحكوا هما والبنت اللي باقا معاهم. اما هو ريقل الشيشه ديال الوجع باللور كيتنغم بيها، ما كان غرضو لا في مولات المساج لا في غيرها، عقلو كان غير هي هاد الساعه دي دات لعقلو وقلبو مولات السالف الزغبيه. ديك الخصه تكون حدا في هاد الوقيته، راها قاسه مع جدها اللي كيخرج منو الريال بالريال، دوك الريال اللي قال ليهم حسبهم ليا وانا نخلصهم فيهم على خر ايامو، يولي يستحلم بمراه لي نورمالمون مراتو حقو فيها ما يحيدو لي حد في الوقت اللي تشها. خصها تكون حدا ماشي ولي بلي اللي يستحلم بحال راه معاه حس بالقطعه منه وخاص مقطوع قطعه اللي ما يبغي احد، ما باغي هو بنات، هو باغي غير مريتو حبيبتو. جبت التليفون نشوفها واش جاوبات، لقى الميساج الاخر اللي صيفط باقي مع الكترو فيها الفعايب الحرام، وبدات ترجع لعويتها القدام. عاود رجعوا لجيبو مسحوا وجهو بيديها الصباح شي كيجري وشحال كاع غيبقى من هنا العصر سويعات قليل سويعات اح سويات دايزين دايزين مش معطى الله ويرجع للقرطيطة. اما هي غدا وكتمشى بين شجر الفيرما ديالهم، هي حاني ظهرها كتقلبين على واحد النوع ديال شامبينيو كينبت بين شجر، ملاقية ما يدرت الساعة وما لاقي باش تلف الوقت من غير هادشي. تقادت في الوقفة وحطت يدها على راسها مغطية الشمش، اي خاصني ضروري نمشي نفتش عليك شي كتاب ولا مجلة نشري هاد القنطة مش ترتق لي قلبي. فيروز انت هنا؟ كنت كنقلب عليك. خاصني نخرج من الدار والله باغا نشري حوايج لاهي بيهم راسي، كتوبه مجله تما هيدا باش نموت بالقنطه يا اختي. بدات كتقلم بيمين ويسار واش كاين شي حد قبل ما يستقر، وانظار على اختها كتشوف كيفاش تطلب منها تعاونها وهي عارفه مزيان ما كاينش في هاد الدار اللي غيقبل يعاونها ولا يغامر قد هادي اللي قدامها اللي كتقول طير طير ولا نطير. فيروزه كي خاصني نخرج اليوم ضروري من الدار والله، الفرصه كتجي مره وحده وانا ما عارفاش واش باقا تجيني ولا لا. باش تشوف داك الويل انا عايقه بيك. ما تقولش عليه الويل، الراجل ما شفت منه غير الخيل حتى الساعه، عمرو قال شي كلمه ليا بلا عليا ولا عليك. مسكينه علاش هو يقدر بعدا؟ ايوا قولو يزبل فيك ولا في فيا ولا يعمل شي حاجه اذا سميتو راجل مزغرت عليه يمه، راه عارفك نسينا من الشمل عيله وشحال عندك د الخوت. لا حول وصافي، شوفي غنبدل معاك الموضوع.
ما فيني ما نسمع الأسطوانة ديالك عاوتاني. عافاك أختي الحبيبة، دابا ركز معايا على الله فيروزة وخلينا من هاد الشي. زادت نقصات الفوليوم، خايف يسمع شي حد، وفي كل مرة كتر تشوف ياك ماشي حد كيسمعهم، كي خاصني ضروري نخرج باش نشوف واحد المرة مع خدامة بديك الدار النشر اللي أتكلف لي بالرواية ديالي وهي قاتلو باغا تشوفني. بالحق اليوم تينا عارفة الدار عامرة وما نقدرش نخرج معك، ما قلتي يلوش يخلي سال غدا ومشيو لعندهم. هادشي كله فكرت فيه بالحق المرة، هذا هو النهار الاخر ديالي في التاونات، من بعد فين نلقاه؟ نمشي عند الكازا؟ ما نقدرش. ايوا هو فين كاين هاد المدة كاملة؟ علاش ما قالها لك سال دابا؟ كان قالها لي هادي السيمانة ومرات يا كانت الدار كتكون عامرة يا كيكون هو خدام، واليوم تا هو خدام، غير قال لي يشوف كيدير الا لقيني معاها قبل ما تمشي. بغات تعاونها وبغات تخرج معاها، ولكن كتشوف ببساطة خروجها في الدار في هاد الحالة غير يخلي خوتها يولي يوردو معاها البال ومع اختها الصغيرة ويخنقوها كي كانوا خانقينها، وهي هادشي ما باغاهاش ليها. تين عارفة ما نقدرش نخرج معاك هاد النهار، داك اللي هي ماشي ماشي يجي اليوم، ما هو بعمي المرتضي والعيلة تكون حاضية معايا غي انا. شنو الحل دابا؟ هاد الخرجة ديالك شحال ما تعطل فيها، واش ترجع داغي؟ مشي بزاف، غي ساعة ونص ونرجع. غي ساعة. سكتات كتفكر في هاد الحرحر اللي تحرحرات عندها تاني، راس ما باغيش يخليها تخرج بوحدها، ما عندها كدير لها، ما تيقاش في داك ادنان، وخايفه غير يبقى لها موقع النورة، وراس اخر ما باغيش يحبسها ويمنع من هاد الفرصه. بغات فكره تلوح الفكره حتى طاحت لها في واحد الحل في بالها، وهاد المسخوطه ديال فيروز كيدعوا ليها الحلول. غزلان واقفه قدام باب الدار الدخلانيه كتاكل في الطفرانه وقلبها غير يخرج من بلاصتو بستريس اللي شاده ساعده باش هضرات هي واختها وتفاهموا على داك البلان. ولكن فين راها؟ باقي ما سالات داك الشيء اللي قالت ليها عليه. مالت بك سته كتقلب الدور عينيها جهه الكوري، وعاودت ميلات عينيها جهه الباب البرانيه، وهي باقا كتعد فرانها وتهضر مع راسها. لا يا فيروزه فينك؟ مالك تعطلتي؟ ما داز على درتها حتى قسم ديال المكان صحيح، وهي تبدا تسمع صوت غوات البقره مزعزع الكوري، قفز غواتها حتى تنفضات من بلاصه شويه. بانت ليها فيروز خارجه من الكوري كتجري جهتها وزجله الى لتاكل فيها، مع قربت لجهتها زات يدها بدات كتشيلها بيديها. امشي امشي ادخل طريق عشان تراون داخل كاين بوحديتو. مشي مشي وخف رجليك باش تلحق عليه قبل ما يخرج عاود. دخلت كتجري بتعكل في ليلى كتقلب عليه قبل ما توصل للخبر لاله فخيته وتصدق غادا سابقاهم الكوري لعند البقرة حتى لقاتو هابط في الدروج وباقي ناوي يخرج. ما طاحت عينيها عليه تعرضات له في الكولوار، وهي حاطه يدها على قلبها باقا كتلهت بالخلعة وبالعيا والتوتر كلشي مخلط عليها. خي طارق عاد تقرح مالك؟ شنو واقع؟ شي حد كيجري عليك؟ البقرة كتوجع، ما استولد لينا اليوم. كتوجع. وانا شنو عندي اللي هادوي مع الوليدة تشوف هادشي ديالي ولا شوفي مع اميمة؟ بانت ليها باغي يدوز وهي تحل يديها بجوج، قطع عليه الطريق وما مخلياش يدوز. امه واميمة فين عندهم الوقت؟ ما حلتهم الضيف اللي ماشي يجيو اليوم ويزيدوهم من البكرة حتى هو. اي خصنا نلاغيو نعيطو نديك المرة اللي كتجي ترجع الحليب للبكر وكتولدهم. واختيني هادشي الله يرضي عليك، شوفي مع الوالدة تعيط ليها ولا عيطي لها انتي، المهم بعدي من ناحية من الطريق. بان لا تحرك ونطقت بالجهد باش يسمعها، واذا عيط لها ما خلاوهاش تدخل للدار شنو نعملو مع ديك البكرة مسكينة؟ خليها تبقى توجع حيدة ذنوبة على رقبتك انتينا. دابا ندوي معاها ميخليوها تدخل. خرج من الباب الدار مزروب يمشي قدي شغال، ومخليها هي غطا لجهة الفيك توزن مع السيدة اللي جيت تولد لهم بقرة. اما غيزلان واقفة قدام باب الكوزينة رجل كتبغي تحت لداخل، ورجل كتراجع اللور خايفة من هادشي يتفرش. ما جات فين تحسم القرار ديالها بقرار نهائي، حتى بانت لها لالا فخيتها خارجة من الكوزينة وجبتها تحتو عليها ثلاثة ديال الخطوط بالتعقيد. مال البقرة كتغوت؟ الله يحضر تالا، مش واقع لها؟ مشى بعينها جات الكولوار مين دازت اختها وعاودت شافت ماماها، بقى حيره واش تقول لها داكشي اللي تفهمت عليا وفيروز ولا لا. ما جات فين تنطق حتى تبقى تختها اللي جات من اللور بحال حتى تبيها غتزبلها وتصدق فارشاهم. ما هادي البكره اللي حامله هي اللي كتغوت هيدا، مش تولد اليوم؟ الله يا بنتي باغا تولد بكري باقي عليها الحال، حيد بالك مشي نشوف مالها. مع بنت لها باغا تمشي للكور وهي تحبسها وبدات كتجرها للكوزينه. ما واش شينا بقى لك دابا غير البقر؟ الضياف ما بقى لهم والو يوصلوا صافي. كوين انا عيطت للمراه اللي موفات جي على حساب البهايم، وهي ما جات تشوفها ما تخافش انا ماش نبقى معاها حتى نشوف شني كاين، غير سنه تكون معايا ياك. ما احنا بجوج فينا الكفايه، تخافيشي.
ما تفكوا من مهم غير بطلوع النفس. شاب الله كانت ضربة الحساب للضيف اللي غيجي ودارت لها السبة بيهم، قلبها ضرها على غبة البكرة، ولا داكشي اللي دارت مع كل غوطة كانت كتسمعها منها كيزيد قلبها يتزير وضميرها ينهش فيها، ولكن ما بيتاحي لك القطيح الاخر كون دارته. صافي عطيتي لها تما تغدا جهه الكوريه وياها خضره مضيقه ليها، غمضت عينيها وحركات لها بمعنى اه، خلطتو لها مع الماكله. قصت فوق كومة ديال التبن، جمعت يديها برجليها مصبعه اختها بعينيها وكتلف خاطرها تسليم من داك الراس اللي عندها. بغيت غير نعرف كي دارت طحت عليك فيك بداك الراس الفكره باختباس. تحركات من بلاصتها وبدات كتحاول تهتم ديك البكره، ولكن وتقول واش قدرت تقرب لها، هاجت عليها بداكشي اللي قالت وبدات غير كتحرك ما مخلي حد يقرب جهه تحت البلاصه اللي تشرب منها، وتبرد ان الافيه ديال الحار اللي وكلات وليها ما قرباتش ليها. كانوا قاسيين بجوج في الكوري، كل وحده فيهم شاده قنتو في تليفونها، غير وحده كترصي بالميساجات مع عدنان يجي يوصلها، والثانيه جالسه شاده في تليفونها ولكن طافي بالها مع ديك البقره اللي ما بغات تقرب لها حتى كانت غتركلها. كيفاش ما تركلهاش وهي خشات لها الحار وسط الفكوس وعطاتو لي هادي؟ ماشي هبيله مره. داز الوقت وبدات كتشعل التليفون وعينها غير مع البقره، ما عرفت فواي خاتشي. ما تنسايش خلي تليفونك معاك وبقى تهضر معايا، ما نبقاش نعيط لك الحمقه. ما اجعل بالها ميساج من عنده طالع تما. لا ما تخافش يلا حبيبتي ما تعطليش. لا لا ما نتعطلش والله غير كوني هانيه. عارفه عارفه يلا سيري. قطعت هدرتها وبطت شويه جهه الميساج كتاكد من اللي فيه، مقربه التليفون ليها ما جات فين تكمل هدرتها حتى طرقات عينيها في المشقوف كتقرا في داك الميساج وهي كتغرق في حوايجها. فراشي برد وما نقول لك هاد الايام اللي دازو انت طالقه لا طايف ضربك، كي غنخرجو منك نهار نجيبك وليني ماشي على ود هادشي جاي، باغي ندوي معاك في شي حوايج بيني وبينك. ما يليقش يتقالو قدام السيد ولا طارت منك الحشمه نهار تسبتي تما، قوليها لي وغندوي معاك قدام باك وخوتك. حسيت بشي حاجه حبست لها في حلقه بحال شي حلقومه، حتى بدات كتبلع عريقه بصعوبه متناقضه مع هذيك الخفه اللي خبات بها التليفون، بحال انا وهي دفنوا بين فخادها لا يشوفوا شي حد ولا يشوف الميساج اللي فيه. واش ما عندوش كرام ديال الحشمه؟ واش ما فكرش يكون حدا شي حد يقرا ميساجه؟ ناوي يضرب بها الطر ويعطي البنادم في سرح خياله؟ مالك ما مالي والو، شنو يكون مالي؟ بقى هنا انا نجي. حركات لارا براسها بمعنى واخا وجلست كتسنى فيه على ما تجي، عارفه بلانات اختها كيديروا ديريكت كيديو ديريكت للزوبيده، كيما حتى هاد الملاقيات ديال مع عدنان اخرتهم وحال تكون مزيانه، ولكن هادشي اللي عطا الله هاد اللي بغى العسل يسبل القريص نحل، وهي ما بغاش تفل الموهبه ديالها. بقات على داك الحال جالسه كتسنى وخايفه اللي يمشي يجي فاروق ويصدق ضايلهم العصف الرويضه، وما تهنات وارتاح لها البال حتى سمعت صوت الباب ديال الكوري كيتحل وشافت اختها ومراه معاها كتبان شويه كبيره في العمر. كي دايره بنيتي؟ لاباس عليك؟ لاباس خالتي لاباس. بدل حوايجك اللي توسخوا، راه البقره من الصباح وهي هايدا كتغوت غير بوحديتها، ما خلات واحد يقرب ليلى ما عرفناش مالها. بدات كتحيد الحوايج وتدور عينيها على الكوري، بانوا لها البهايم كلهم بعيدين على ديك البقره وهي على درايه كامله بلي البقره اللي كتغوت دابا ما حامله ما استحمص، ولكن عندها شي علّة مخليها دير هاد الحالة. مع بدلات حوايجها شداته من عندها فيروز وتسلتات بالخفل حدا الباب فين كتسنى اختها، نطقات بالزربة باش ترجع تدخل لداخل. مشي بدل حوايجك مول الكوري غير تسالي عيطلي، او مات لها راسها بمعنى واخا ومشات بالزربة تبدلهم خليها هي تعاود تدخل عند السيدة. قلتي لي التليفون البقرة حاملة وهادي حالتها ماشي حالة حمالة، هادي عضاتها شي حاجة ياكلوها. أه؟ انا خالتي ما عرفتش مراش عندها، غير شفتها هيدا قلت يمكن البقره اللي عندنا حامله هي اللي عامله هادشي كامل. بدات السيده كتحاول تقرب لها وتهدنها، ولكن والو. واش بغات تكلم عليها وزاد كملات الباهيه مي يسمعوا صوت دقان في الباب غير ما زادت سعرات عليهم. انا نخرج نشوف شكون انت هذا اللي كيدق، ما عرف كاع امتى يدق، واش نجيب لك شي حاجه معايا؟ عاين شوف اش كاين هنا، واش باقي محتاج شي؟ امشي جيبهم لي، غير تجي دخل بلا ما تدقر ذلك. خلاتها كتشوف شنو محتاجه باش تتفادى تخليها تخرج من داك الكوري. ما عطاتها الصخره اللي تجيب لها من الداخل، خرجات لعند اختها لقاتها بدلات حوايجها بحوايج السيده وغطات وجهها وكتسناها من تما. تما غادي ديريكت لجهه الباب البرانيه وهي كتوصي بتعاود فيها حتى وصلوا على برا. وصلوا الباب ما حلاتها طلقات من يد غير زلال ما جات فين تعتب هي وياها برا الباب حتى وقفوها كالعاده الدراري اللي عاسي الفيرما في غدا لاله. والمراه خصها ضروري تمشي تجيب من دارها شي حوايج نساتهم، خصها تمشي معاها. جبت تليفون وكيطابي فيه نمره فاروق وجلست حتى هي كتسناها مربع يديها وهزا حاجب فيه، اما غزلان كانت كتبيض بيضه هنا
وبيضل هي بالخلع الرعادة شدها مصبع صغير، خايفة غير يقولوا لها تعري وجهها أم عينيها وتقول واش هزاتو من الأرض. كانت تسمع فيه غير كيهضر مع خوها اللي كانت تهضر صوات كل وضوح. فيروز ترجع للدار والمرأة راه عندها رجليات تمشي تجيب أشخاص ما محتاجة لا فيروز لا غيرها. دابا شني واش ما تخلينيش نخرج؟ البقرة لداخل الغبة توصلت لهنا. خوك مدام قال ما عندك فين تمشي. شاف ديك اللي حداها حاضره راسها مقوصه ظهرها بسبب اللباس الواسع الاسود، كان صعيب عليه يعرف لاطاي ديالها كي دايره ولا طاي ديال ديك اللي دخلات كي دايره بالضبط. سيري لالا جيباش محتاجه، ولا كان عندك تقل وحتاجيتي لي عاونك نشوف لك واحد من دراري يعاونك. علاش تمشي وانتوما؟ واش انا نبقى غير هايده محبوسه بين ربع هاد الحيوط؟ ما ايتوش باش تمشيو؟ انا بعدا عييت والله تعييت من هاد الشي ديالكم. هاد الشي مادام هضري فيه مع عائلتك، انا خدمتي راني كنديرها. تحركت غزان بالخف من بلاصه غاده وكتعكل في جليلها مخليه وملايين مع اختها اللي دارت لهم مصدر الهاء النيت حتى غبرت عليهم. عاد تحركت فيروز لداخل من مور ما ضمنت اختها خرجات وما مشكوش فيها، وشكون غيشك في يعني في العقله ديال الدار؟ خوهم عارف شكون فليفله فيهم، حتى الدراري اللي عاسين يعني عارفين شكون الطياره فيهم اللي خصهم يردوا معها البال. وهاد الساعه الطياره هي اللي دخلت للدار ومشات تجيب الصخره للسيده اللي كتسناها في الكوري. جلست مع السيده اللي بقات مع ديك البقره حتى بدات كتهدن، وكانت دايره بالها معاها ودايره بالها حتى مع اختها كانت ميساجه هي وياها. جات لالا فخيته كتقلب على غزلان، ما بانتلكش اختك؟ فين غبرات هاد البنت؟ تقبض عليها قلبها وها اللي ما بغاتش. بداو كيردوا البال لغبورها، دارت لجهه البيت فين كانت المراه وهي كتبلع ريقه وكتحاول تدبر في شي كدمه، وعاودت شافت في ماماها دايره راسها بحال ما طاري والو وهي ربي اللي اعلم بها. الا مشاو حتى خوتها ردوا البال شو ما غتكون غير فشي مطحنه ولا اللي هي انت نعرفها ما غير كتشبر ستيلو في يدها كتنسى مره واش عايشه معانا او لا عايش معانا شي واحد في الدار. حطات يدها على راسها اللي عطاها الصداع بصهد الكوزينه. قلب عليها فيروز ذلك بنتي، الناس ما بقى لهم والو يجيو، حنا خصنا العوي في الكوزينه. ما جات فين تجاوب حتى سمعت صوت الحس مراها. بنتي فاخيته اش اخبارك؟ قربت لما كتسلم عليها ولي هي بدورها بقات كتبوس لها راسها وبين وجهها فرحانه بالشوفه ديالها. مع نوات توقف لهم على راسهم حتى تسمع اش غيقولوا وهي تحس بالفيرور ديال التليفون كيبيبري فيها في البلاصه بعيدات من حداهم. ومشات مخليهم كيهضروا مع بعضياتهم. الو يا نغي قول يا غي مالك ما كتجاوبشي؟ مخلياني كل حنش اللي مقطوع له راسه وما عرفت فين وصلتي ولاش كتعملي؟ قلنا يبقى بيناتنا التليفون. انا في طريق دابا راني قبيله ما شفتش التليفون، كنت كنهضر مع المراه اللي جيت نشوفها ودابا صافي انا ساليت كتهضر معاها. فهمنا بالحق ما تجاوبش وتخليني كل حمقى. كنقول لك ما وقعت لك شي حاجه وانت هنا ماشي غايب وحديتك مع جوج رجال، على الاقل خسر عليا ميساج قولي في راكي شفتي المراه. وهي انا قلت لك فيروز راك فهمتي فاش قلت لك صافي وصلت. سكتات لثواني كتشوف جهه الدروج ما كان فيها مزيد جهدي وخطا في الهضره. المهم تينا خف رجليك وشحن الدار دغيا ما تعطلش، المراه باغا ترجع لدارها دابا. صافي انا شويه نكون في الدار، غير توصل عيط لي في التليفون باش ندخل نضل نصدق وحله مع دوك الحلال في لا برا. صافي كوني هانيه. قطعت معاهم شات هزات الساك ديال الرافيه ورجعت لعند لالا فخيته اللي كانت باقا واقفه مع السيده كيهضروا مع بنت لها معنطقات بتانيب مأنبه به بنتها. الحاجه جات معتبه سالح عندنا وما عطيتيها تشرب حتى كازد الماء، ماشي عيب؟ يلا كنت نضيفها اما غير قلت نعطيها بعدا شي حويجات عندي قبل ما ننساهم. وعسمح لي الحاجه ما ديرهاش من قله الصوب، عارفه راسي دايره معاك الفالطه اليوم، جاي لنا شي ضياف بحال وجهك راني مربجه معاهم. خليها حتى المره اخرى ان شاء الله تجي وتلقى لي جمعت لك شي حويجات. قصت السيده كتعاود تعاود معها حتى مشات تقضي شغلها وبقات مخليه مع فيروز اللي حتى هي جدات فيها جدات العمى في الظلمه. حلفات ما تطلقها قبل ما تشرب شي حاجه تخرج، ولا كانت شي حاجه ثقيله في الدنيا كانت غتكون فيروز مع داك البراد ديالها تاي تقلات فيه وقصت كتماطل حتى ولا طالب منها الشرح. الله يهديك يا فيروزه. دي اتاي المراه واش غتشحفوا عليك زيالتي؟ شنو مرات خاين عطيها الماء والزغات واش من بعد دي الخبر بين الناس ويقولوا بنات الانصار فنية ناس ما كيعرفوا يطيبوا تكازتات اي مقاد؟ صبري تشحر صبار. قادت اتاي بدوازو مشات للسيده اللي كانت كتسناها غدا عندها وقلبها مصير عليها. ندمت كاع ملي ما فكرات في شي حل تخرج بيه اختها وما تخليهاش تمشي بوحدها، على الاقل ديك الساعه تشوف كي تسلك راسها. مع وصلات حتى ديك السنيه وهي تحس بالفيرور ديال التليفون في صدرها دغيا تسلات مع المراه مشات تجاوبها. فينك تيناري فينك صافي وصلتي؟ وصلت. قلت له يحطني بعيده شويه للفيرما دابا شنو؟ دزت نسويقه جبت معايا شي حوايج ترى بغاو يعرفوا علاش خرجتي يشوفوا الميكا. ايوا احسن ما درتي. ايوا دابا صبار عليا انا شويه شو نخرج نلاهيهم وانتينا من هنا واحد خمسة دقائق اجي. صافي انا نسينك غير ما تعطلش.
نخاف غير يجي خايف فاروق ولا ابو بكير يلقاوني هنايا. ما حنا لا فعل قلتي لها قطع انا خارجه دابا. قطعت معاه وخبعت التليفون ديالها في صدرها بلا ما تزيد تسنى اكثر. خرجت كطير تاني لعند الدراري حدا الفيرما وهي ناويه دير لهم الطياره كالعاده حتى يبقاو ملاهيين غير معاها. وتدخل اختها وداكشي بالضبط اللي نوات عليه هو اللي دارت. مشات لعند نفس داك الراجل اللي ما بغاش يخليها تخرج وبقات في شد ليا نقطع عليك معاها حتى وصلت اختها مقوصه ظهرها ورجليها ربي اللي عالم كيفاش قادرين حتى يهزوها. مع شافت فيروز قربت لعندها بس لراسها وبحال اي اجراء احتياطي يقلبوها يشوفها شازه معاه في الميكا مع بغا تدخل ليا وياها ويوقفهم نفس الشخص في غدا لله باقي ما سالينا. شيلها بعيني الفوق باش تزيديها يقلبها ومع بالها دارت هكاك لا هي لا اللي معاه عرفوا مزيان باللي تقلب داخل فيه حتى تارد وجهها. عاود شني قلتي ما حشمتيش كتقول لوجهك حمار باغي تفتش المراه قد يمك وتلمس فيها ها واش انت بعقلك ما تفكتي ويا غير بسبب التكشيفه. جاب الله زربت على الموقف اللي تحطوا فيه وبدات كتقلبها قدامهم على اساس زعما هي من بني جنسها مرا بحالها ما غاديش ناقصه وهكاك وما تحركت من تما حتى هرست لهم راسهم داك الزابور المصدي اللي ما كتجبدو حتى كتحصل. غير دخلوا مشاو كيجريو للمول الكوري اللي بتحويش السيده قبل ما يخرج شي حد. نتينا باقي خصك تعاود لي كلشي بالتفاصيل خلي غير نسالي وبعدا ديك الساعه والله ما نطلق منك. بدات كتحمد الله وتشكرو اللي خرجت سالمه وغالمه. ارتاحنا الصراحه اما النص اللي بقى ما قادرهش ترتاح وكانت محتاجه ضروري تشوف خوتها وباها وجدها وما تشوف كي كيتعاملوا معها وتقرا من تعاملهم ياك ماشي حد شافها ولا كي ما شافوها. خلعوا شتاتها والسلام عليكم. دخلت لبيتها وفي عقلها صغير هو واقفه قدام الماريو كتختار ما تلبس وما طاح في بالها غير نهار اول في رمضان فاش تلقاها صغير حيت كانت طلقه شعرها ومقاده وكتطلم من السرجم. طلعت عينيها مع الطبقات ديال الماريو هي كتشوف اش غتلبس من واحد الناحيه وبان ليها خاصها تشوف شي وحده بحال عتيقه تبقى تفصل لها الكسيوات. اما حتى عتيقه ما بقاتش بغات تعامل معها مادام بيئات بها. جبدات من الماريو كسيوه طويله مستوره ديال الدار في اللون التركواز مفتوح جاي مع عويناتها وحتى مع وجهها. كانت ناويه تعري شعرها ولكن غير تفكرات هدرت غزلان ويطيح في بالها بها اللي حتى ما كيبغيهاش تعري شعرها قدام براني ولا شفازات صرات غير تقبى غير رجع عليهم اللهم بالناقص من هادشي وتشوف شال تغطي به شعرها. لبست عليها وزينات كيف عويضه مهليه فراسها ما كتخلي بنادم ما يقول عليها في بحال هادشي. بقى لها غير العطر دير وكالعاده يا ساده ريحه العود ما خطاتها شاي قبل ما تهبط للكوزينه تشوف لاله فخيزه اش بغاتها. اما لتحت عند الرجاله كان جالس وكيلعب واحد الكارو في يديه وما كانش علاش قاليه لا على هضره ولا عنده كانتها خصوصا في هاد السوجي اللي كيدوي فيه دابا واللي ما زايدو ما ناقصو ما عنده اصلا حتى شي علاقه بداكشي اللي جايبو. كان مخليهم كيهضروا مره مره كيجاوب اما عيني هاد الساعه ما كانوش كيقلبوا ليها مادام ما جاتش جلسات حتى جدها كان باين فيهم هما اللي ما خلاوهاش. ولكن العجب العجب حتى دارت بهدرتهم وطلعت كتعرف تصنت الهضره بلا ضرب بلا ما تكون جايه من جدها. جدها هي جدها ما اسمع ديك الهضره هما يتقلشوا ودنيها ما عيني تفيكسا وفيكس واحد فيه حتى خرجت من فمه هضره بنبره غضب هي ما يخبي فيها والو. الشكه ما كتلقاهم فين ما مشيتي القواده مني ما دسي كاينين الحاج. حط الكارو فوق الطبله بلا ما يشعلو وعاود هز عينو في الحاج اللي يفكوا لك السلعه ويخليوها تدوز وهما اللي ما تلقاهمش. ما جا فين يجاوب حتى سمعوا صوت دقان في الباب. هذا غيكون غير يوسف اللي جا دقان وهذا تحرك من حداهم شي يحل الباب يشوف شكون تحت عينيهم اللي بقاو متبعينو بيهم من فاش خرج من ديك الباب حتى لفاش جا من داخل هو ولد عمو كيضحكوا الضحكه اللي دغيا جمعات مع الطلاقه بعينيهم واحد بدا كيتنيرفا غير بوحدو. اما الثاني لحمو تشوك عليه بداك الدم اللي بدا كيغلي فيه. شوفاتهم جوج كانوا بحال القرطاس اللي كيتطلق في النزالات كاوبوي واحد باغي يفرس الاخر. حلف شي واحد فيهم لهبط عينيه من الدخله اللي دخلها ولد امها حتى الفاش جلس فوق الداري. جواد كيهضر معاه هو عينيه وتقول واش بغاو يتحيدوا من دوك العينين المظلمين اللي تفيكساو فيه حتى هما فيكس واحد. مال قدام شويه بلا ما يزعزع عليه عينيه وشبك يديه فوق ركابيه مزير عليهم وعلى ديك الرعاده اللي بدات كتشدو فيهم وفي ركابيه اللي بداو كيفيبريو عليه. الحاج قاسم شاف الحاج المرتضي وفي عز هذا يوسف ولد خويا الحاج المرتضي والكولونيل غيكون عاود لك عليهم. شاف ولدو اللي كان وصاه زعما باش يشوف فين يصيفط يوسف ولاد عمامو بلا ما يجيو وتقرب للدعوه ولكن اللي فيه شي لولا راه فيه ولولا جواد ما يتاولش عليه. ما تزعزعش عيني على يوسف وبنفس البحه اللي خلى فيها الكارو غير حروشي الصوت جاوبه ما داش عليا وجهو في العرس فين كانوا بها الحاج. ما كتابش يجي باقي شي ان شاء الله يكتب وبقينا في الحياه تشوف حتى خوتو وبا علاش لا. دوز لسانو على شنو فتو تحتانيه في الزقها
تفعل داخل بسنان وحدها مبرد فيها حور الصهده وما حس بشنو كيدير حتى داز لي محل قرق مخلط بقطيره صغار ديال الدم مذاقهم ما عاديني. شاف الحجر الرحماني وانطق بصوت ظاهر عليه الوقار: راك مخلي مرقش لتي الحفايد اللي يشدوا بلاصتك ويتأول عليهم الحاج تبارك الله عليهم. رد البال فيرور ديال ركبات عيز اللي ما كانش عطيها الراحه بحال انا وينوض، وعاود رد البال كثر ليدين ولدو اللي كانت باينه اللحمه كيترهدوا عليه وشبكهم بحال شادرات وغير بزاز. علاش ومالو؟ ما عرف مالو حتى هز عينيه فيه وشافو فين فيكت عينيه. حط يدو على كتفو قرب ليه شويه ونطق: نوض خرج شم شويه ديال الهواء ودير عقلك، الا هو اللي ترد ملتك ما كاينلاش الحاج. بعد عينو من عين يوسف اللي كانت تشوفه فيه غير ما كتزيد تزند الاوافي فيه وخشى يدو في جيبو وجبد البريك عيش على هاد المره جوع بلاصه كارو. ناض من بلاصتو الحاج قاسم، قرب الحاج الرحماني كيهضر بشويه: غنوض نعيط لبوبك ونشوف فين وصلنا ونفهم شو واقع في القرقارات. غمض عيني بمعنى احسن ما غدير وبقى جالس مع حفايدو ونسيب بالي هو مآمن كان شاد الهضره. اما الحاج قاسم ما خرج من الصالون دوز نمرة ولدو بوبكر يشوف اش واقع ولكن ما جاوبو حد. بقى التليفون كيصوني حتى سكت راسو. عاود جرب يصوني وعاود نفس الشيء، ما كاينش ليه حتى ليه التليفون. اش تما الوليد؟ عيط له غيكون داير له سيلونس ولا مخلي في الفيس تحت حدا السلعه. كان باقي باغي يدوي في شلا حوايج ولكن هذا ما كانش هو الوقت ديال الهضره. ودوك الرباع على داخل واحد غيفرس الثاني، ما قدو في زادو في لها جواد غير ديال الصداع والمشاكل. ودابا اللي ترى يوسف هو كاين، راه خلينا نسربيو العشاء ونسرسبوه بيتما ندويو معاهم. هذا وقته. شاف شحال الساعه ترنت فاخسه قلت بدات تسخن لهم العشاء. اما هي بقات جالسه الفوق، مره تطل طلع السطح مره تدخل البيت قنطانه وقات لها الجوع. حسبت لها ميساج في التليفون كان الفيرور حسو قليل، ولكن الميساج اللي فيه من عند من جاي كان كافي دوبل الصدى ديالو ويزيد يطلع في الفوليوم ديالو ديال دقات قلبها. مع ولاش جيت تدي جوابك؟ خلاها غارقه في تردد، حيره شديده، واش تزيد تكمل في هادشي ولا تحبس. بقات كتكتب الميساج وتمسحو وتحط في التليفون شي جوج مرات قبل ما تختار الثالثه. تابت وتصيفط له: ويلا باش نعرفك عرفتي الجواب وما كتكذبش عليا وانا مولف نكذب عليك. لا ثقه فيك ولا في جنس ولا ثقه، قولي الجواب هنا هو الاول. كان جالس شاد الجوان بيدو حاطه حدا جبهته وليا الثانيه شاد بها التليفون حاضر عيني والجهد اللي داير باش يتلف داكشي اللي كيفكر فيه ويشد راسو مع به الا الله. هز التليفون هو ناوي يبرد به حتى صدق غير ما زايد منير فيه. من اخر ميساج حتى قلب وجهه للشنب وبدا كيتمتم ويسب من تحت سنانه على هاد التبرهيش اللي خارج من هاد الربع ديال العقل اللي كتلعب به. حتى بدا كيكتب لهلا يقزيه ليه داك الزين. الميساج مجاوبه على حجايه الشرفات بحروف مختصرين وقلال. البصله اللي باغا تسمعي مع قرات الميساج بتسمات بالشقاوه. ها هو عرف الجواب وهادشي اللي كانت باغا اصلا، ولكن وجبها معاه جمعت بسيمتها وهي كتفكر هضرت غزلان مادام هي قالت بلي باهم يقدر يكون ناوي يرجع. خاصني ما تخلي ليه فين يزيد يفكر رجع عليه. بالحق انا قلت لك جواب اللغز باغا نشوفه بعيني. جيبو لي جبتيه؟ جبته. كيفاش جابو؟ تعجبات، ما يمكنش يكون جاب البصله والدقوه باقي مهدنه، ما كاين لا هضره مجهده لا والو، من الفوق باقي جالس وسطهم، راه ما يمكنش. جاوباتو باغ اس ام اس بالزربه وهي ما متيقاش: حلف بالله تجبتيه. ما جات فين تسناه يجاوب حتى لقاتو كيصوني لها في البلاصه قطعات ما عطيهاش الفرصه فين يسمعها. مراره تهدرتو ولكن غير ديك المصونيه عرفت بلي باينه غيكون ما كيكذبش. دابا بقات في كيفاش غتفك حسابها تضرب في الزيرو. وهاد ردات الفعل ديال عائلتها ما كانتش ضربه ليه الحساب. نورمالمون فاش شافوا البصله كان خصهم يقودوا معاه السوايع ويجريو عليه، وبهكا هي اصلا ما غتلاقاش. ولكن دابا قصات كدورها في راسها مزيان وكتفكر في شي حل مصيبتها. بدات حضرت راسها للتليفون وبدات كتكتب في الميساج: يا ميمي جبتي عطيه لبابا وقول لي هذا كادو ليلي هو يعطيه ليا. ثانيه وثواني دازو وهي كتسنى في جواب، وحتى لح جواب خلى يديها يزير ولا التليفون لا اراديا. نعطيه لباك بوحدو ونعطيه معاه حتى التليفون يقرا الميساجات. هالي ما كانتش باغا وهالي ما كانتش كتسنى منو ياك هو ماشي شكام، علاش دابا باغي يشكم بيها حتى وصدقوا فيه هاد الفعايل؟ ما جات فين جاوبو حتى كان زاد لها ميساج اخر تحت العشاء غتلقيني كنتسناك في الكوري. لاح التليفون فوق الناموسيه وقلبات وجهها لجنب. وهاد المره هي اللي بدات كتعاير وتدعي من تحت سنانها. عصب من هاد الوقيف اللي ناوي يحطها فيه. اش غيوقع الا جات تعرفو عطاها التليفون وكذبت عليه؟ اش غيوقع الا عرفها كانت كتهضر معاه بتخبيئة؟ حتى لي زابي اللي هضروا فيهم ما كاينش شي تسجيل يوريه باللي ما فيهم والو باش ما يمشيش بالو بعيد. والطامه الكبرى كاينه ابيل
طوالات معاه فيها الهضره وباها. باها اللي فاش غيشوف الميساج غيعرفها هي جبادة البلا، يا غيقول عليها صغيره ما عارفاش بصلاح حتى هي، غيعرف نواياها اللي جايه من مول البصله، يا ببساطه غيحسب ليه هي باغاه وهي كتفتش عليه وعليهم. عاودت حتى التليفون بدات كتكتب له ميساج باغا غير تسلك وتجن وتجن بنت مات كاع على جاوباته. ياك اذا شفنا شي واحد وشك في شي حاجه قبيحه واقعه بيناتنا فاش غيشك هو نعقد عليك. ايوا شوف كي كيعمل راسو ما فاهمش، زعما حنا باش نطلقو انت عارفه عائلتك كل عارفه هادشي، حنا هاد الساعه غير حسب ما بيناتنا والو. غنتسناك. بقات جالسه فوق ناموس هي شاده التليفون في يدها ساهيه فيه وكتفكر في هاد الحريره اللي طاحت فيها، تمنى تكون يرجع بها الزمن اللوري ويوليو مشاكلها بساط بحال مشاكل غزلان تحلهم بالخف، وحتى وكان تحصل عارفه خوتها توصل بهم فين ما توصل ما يديروا لها والو. اما هذا اللي باغا تفك من الجحيم اللي كانت عايشه فيه واللي عارفه الا رجعت له يقدر يقتلها ما يحنش فيها، وهادشي شفته بعينيها. المشكل كامل كان في داك التليفون اللي عنده، هذاك اللي خصها تشوف كي صح بين يديها وتمسح منه الميساجات ديك الساعه حتى الى هدر تمسح السما بليكه وتضربها بنكره وحده. دابا بقات في كيفاش غتلاقى معاه، اش ضمن ليها ما يكونش هادشي قالب منه باش يحصلهم غير بجوج. تنهدات بقله حيله طلعت ليك حلاه هادي، مادام طاحت في بالو يوري لهم الميساجات يعني يقدر يعملها بصح، وتا لا ما عملهاش يبقى هددني ويا انا ما ناقصني هادشي ولا مشى ليوم يا انا فوي تقدر تجيني الفرصه فين شبر تليفون ومسح الميساجات، خاصني حل يا ربي الحبيب اش غنعمل دابا. غمضات عينيها كتفكر فشي حل تفادى به جميع هاد الاضرار اللي باقا ما فهمتش كيفاش في ثواني قلبهم عليها خلاها ما قادتش تستوعب كيفاش هي كانت في موقف ودابا ولات موقف اخر. بقات على داك الحال مغمضه عينيها لدقائق حتى حلات ونطقه وحتى ونطقات غزلان اجي. هزت التليفون ودوزت مرسم تفادية تهبط النيت باش تجاوب هاد غيا. الو غزلان مسا ليا دابا لقيتيني نطلع لك العشاء. ايوا صافي تطلعي واجي نهضر معاك، محتاجك ضروري ضروري فواحد الحاجه غير ما تعطلش يرحم يمك. واخا انا نعاونو بالخف يحطو العشاء ونطلع لعندك. غزلان حبيبه ديالي ما تعطلش عليا اجي دافي. قطعت معاها ومشات كتعاونهم. اما لتحت في الصالون كان الجو باقي هو الجو مكهرب، شي ما حملش شي ما عدا القليل اللي كانوا كيحاولوا يديروا الماء منين يدوز العشاء. ها هو تحط وجمع الدرجال تجمعوا على الطبله. اما هي لاتو بنات الانصاري كانت جالسه فيهم غير لاله فخيته مع اميمه والولد الصغير كيتعشاو بثلاثه مخليين غزلان مع فيروز الفوق يتواتوا في العشاء. وها هو الى جينا للحق خالتي هاد المره مسيامي ما نزلاتش فيروزه وكتسات حدا امي الحاج. تصوري كنت جمعها في داك الصالون هي وداك الحيوان ديال راجلها ويوسف، فين كانت غتوصل هاد ليلى كون عرفو كان حاط عليها العين وباغي يديها. ايوا على الله دير عقلها وما تهبطش، ما ناقصنا صداع في هاد الليل. با هو جالس معاهم يشوف شي حل ما يضرنا ما يضرهم. وين المشيه ديال يوسف ما ارتحيتش ليها يا بنتي، والله الا بحالك يا خالتي والله غير الله يخرج هاد ليلى على خير بزاف. عامين كاينه معاها عامين كاينه معاها غزلان الفوق بالي مرتاحه عارفه ما شدي عقلها لا بغات تزبلها داكشي اللي كاين. هابطه هي من الدروج كتسلت هي وغزلان من مول ما قنعاتها تعاونها، او بالاحرى ما احتاجش اصلا شي مجهود باش تقنعها تمشي معاها، واخا كانت ضد انها تلاقى به ولكن على الاقل الا شافو مجوج معاها ماشي بحال الا لقاها غير هي ويا الراس في الراس. الله يخرج هاد العقيبه على خير وصافي. خشات يدها في دراعها وجراتها باش يتمشاو بالسربه حتى خرجوا من الباب الدخلانيه. امين يا ربي قبل ما مهنينيش بالحق يقول لك وتفائلوا بالخير وهاني فيلا به. بدات كتقلب عينيها منين يدوز الكوري ميدوزو الكوري، قلتي لي كاتين في الصالون مقابل مع ديك المرايا ديال بوز الدار ياك. قلبها ما هنهاش كان هادشي بزاف عليها، جوج زبايف في النهار واحد ما مولفاهمش باش الخلعه راكبه على الخرجه اللي خرجت هاد النهار، ودابا تسات هاد البلان والمصيبه كحله وخلاص. تما فين كاينين جراتها وقلبوا الدوره من جهه اليسر. ايوا زيد نمشيو من هنا باش ندورو من مور الدار حسن ما نجبرو شي واحد فيهم جالس حدا الشرجم. تحركات هي وياها من تما وبدات كتزرف خطاويها لا يشوفها شي حد، هكاك يحلف عليها ما خايفه وغدا عادي تشوفوها تقولوا هاد السيد عادي لا حول. ولكن في الحقيقه الزياره اللي مزيره على قلبها من شفتو والهضره معاه فسفات ربي اللي يعلم بها، غير كتحاول ما تفكرش بزاف شنو غيقول باش ما تصدقش من صاحبه وراجعه منين جات. زادت الزيره على دراع اختها كتستمد منها القوه وتلقى الحريه لتعابير وجهها يتبدلوا مع كل احساس كتحس بيه في كل خطوه كتخطيها ناحيه الكوري اللي بدا كيبان ويوضح لها في ظلام الليل ممضويه على حتى شي حاجه من غير القمره متوسطه السما الداكنه وضو خفيف خارج من تحت الباب الحديديه ديالو ومن دوك الشراجم الصغار اللي جايين الفوق قرب للسقيفه.
وقفوا قدام باب الكوري بجوج، وحده شاده في الثانيه وبجوج باين عليهم التردد. كون غديري بريب خلينا نرجعوا ما يجينا. والله سكسات ما جاوبتهاش بالكلام والحروف، ولكن التعنيف والاعتداء اللي دارت لشفيفه بسنانها بسبب ستريس كان كافي وافي حتى الجواب نفسها. خدات نفس عميق وزفرات ولا غي خلينا ندخلوا دابا، جينا غيزلان. زيرت على دراع خسه بالعترقه، واخيرا مدات يدها بتردد شديد للباب الحديديه باش تحلها، في حين قلبها في هذه اللحظه ترو ماركا في حقه، يعني العنف والاعتداء القاسي اللي صدرها بسبب نبضات والعفن العنف. وهنيا كان سوسوكي نفس صوت صرير الباب ديال الكوري، هو كيتحل حتى فتحته على خاطرو بالها قبط ارواح السبع واقف وسط الكوري وكيلعب واحد البريكه ما شاء الله كي داير. مع دخلو لقات عينيه ديشت فيكسا وفي عينيها. زاد زيرات اللي تختها كتحاول تداري دقه قلبها لوف لدوك العنف وانيا، ونطقات بنفس الرقه المعتاده ديالها، انا جيت ما عرفت كاع ما تقول ولا اش خاصها دير في هذه الحاله من غير تطبق الصواب اللي تربوا عليه بكل هدوء في نبرتها. السلام عليكم اخايس. مين عيني الخسه اللي جراها معاها وجايبها ليه؟ كانت الكونترير ديالها مكالميه. وعليكم السلام. قلتي لي باغي تهضر معايا، انا قول لي شنو كنتي باغي تقول؟ خشى البريكه في جيبو وخشى معاها حتى يديه، واخا تخرجي واحد دقيقه عندي شي هضره مع اختك. مع سمعتو اش قال؟ جاوبته في البلاصه مع هذا هضرتو. لا لا غير خليها معانا، لا كنتي تقول شي حاجه قولها لي قدامها. في الوقت اللي هي كانت كتشوف وجهو كان باقي كيشوف اختها اللي هي معاه من هضر، هي اللي خصها تجاوب، ولكن متعابره وسكاته كان باين فيها المعنوياش تخرج. نطق بصوت رجولي بحوح قاس غيزلان متجاهل هضره فيروس، غندوي معاك وغنصيفطها لك. ما جات خصها فين تجاوبو حتى نقزات وسط الهضره، وزاد تشبتات بدراعها. لا ما عندك فين تمشي، ها خليك معانا. شفت اختها من عينيها كان باين فيها كطلبها وحتى تيتالا يدها. انا خاي عز ما عندي شي مشكل معاك، واني ما نقدرش نخليها بوحدها معاك في بلاصه وحده. من بعد العائله ما يعجبهاش الحال على هادشي، راه هاد المجيه اللي جات باش تشوفك كانت بالاخبار، وحنا خاي ما ناقصنا مشاكل. برافو دويتي بالعقل فهادشي، ما قلتي عيب حتى انا ما جايش ناوي لك وليها صداع. خرجي خليني نقول ليها واحد جوج هضرات وانتي حضر قدام الباب، الا بان لك شي حاجه يدخلي علمينا. تكسات لثواني كدور هضره في راسها، وحاولت شافت اختها قربت لحداها اكثر ونطقات بشويه. لا جينا نشوفو في هادي، عندك الحق. اللهم نخرج نوقف على برا، لا شفت شي واحد جاي من بعيد نقولها لكم، حسن ما نخليوه حتى يتسلط علينا ويحل علينا الباب، تما يبقى لينا ما يبقى لينا زعما ما نديرو. زيرت على يديها ونطقات بتأنيب بشويه. واش غزير انا على هادشي قلت لك تجي معايا باش تخليني بوحدي؟ افيروز انا قحت الباب ما نبعدش، ولكن شي مش ولكن شي مشكل انت عيطي ليا وندخل. وهاك حسن باش لا كان ناوي يخلي طارق ولا جويد يجيو يحصلوكم، نشوفهم من بعيد قبل ما يوصلوا نجل عندكم. تلقات منها وخلاتها غير كتشوفو ساكته، وكان باين فيها واخا اقتنعت الا وراها ما كانش راضيه على هادشي. خرجت اختها من الكوري مخليهم غير بجوج مع البهايم، مع تسدد ديك الباب تلوات عليها المعده ديالها، بعدات هنا من الجهه اللي واقف فيها وحتى تسمع ديك البقره اللي وكلتها الحرب، واخا كانت بعد عينيها عليه كانت حاسه بانها كياكلوه كياكلوها ماشي غير كيسكانيوها. سمعت صوت اختها وهي كيقربو، حسات به هو نيت كيقرب جهتها، ولا اثرها تزيزات بعدات خطوة اللور، قلبها حاسه به غير يسكت بالتوتر، وحتى بالخلعه اللي كتجيها من مصدر مجهول فاش كتكون معاه فاس فاس وكتكون عارفه اش دايره. بالعطريقه كتطرد التوتر وتشجعات عاد هزات عينيها في عينيه. قلتي لي باغي تهضر معايا، جمعات يديها مور ظهرها وزيرات عليهم برده فيهم داك التوتر وقلبها اللي كيضرب، فاش بغيتي تهضر؟ زاد قرب لعندها وشافها زاد تبعتات، وزاد قرب وهو عارفه وغتعاود تزيد تبعد المره الثالثه. ما جات فين تخطخطا ويا اخرين، حتى كان يدو مدها لجهتها وشدها من دراعها بواحد الشده اللي حس فيها بالقفزه اللي قفزات. تزير عليها قلبها وقع لها تضارب بين دقات وانفاسها الغير منتظمه اللي بداو كيعلاوه. واش حماقيتي؟ طلق من يدي، طلق. تدخل غيزلان ويجي شي واحد يشوفنا يمشي عقلو بعيد. قربها لعندو حتى تقابلات معاه فاس فاس، ونطق بمنتهى الهداوة المغلفة تقاسيم وجهه وصوته الغليظ. فين مشيتي نهار الجامع انتي وختك؟ بقات كتشوف فيه مصدومة، شمن نهار كيهضر عليه؟ واش هادشي عاد ولا قبل ما يتزوجو؟ ولا ميمكنش، ولا ياك ما شاف غزلان اليوم مع شي واحد وحسبتلو هي؟ لا هو قال نهار الجامع بلاتي، ياك ما يكون شافها اليوم. عدنان تجمع لها الدم في وجهها، وبقات غير كتبلق في عينيها بسكات طال عندها بلا طريقة، كتحاول غير تعرف شمن خرجه بالضبط. لا تستقصى لقى بشي هضره وما طاحت بالها غير الخرجه اللي رغبات عليها جدها. ما عرفتش على اين نهار كتهضر عليه، يا يعني مول فكنمشي نجمع مره شحال قد نعقل.
لا عقلتيش؟ لا ما عقلتش. حل الراس ودوز لسانه على القواطع ديالو وهو ساد في معجب بالتليفون من جيبو قدامها. دخل جهه التصاور وهو يطلع عليه واحد الفيديو كان مصور حتى الجامع تدي قربيه. بدات كتحيد يدو من كتافها وقلبها ما مهنيهاش على داكشي اللي بغى يوريها، ولكن ما كان عليها غير تطبق ما قول ما ديريش ما تخافش. غير المشكل هو انها دايره علاش خايفه. حضرات عينيها التليفون كتشوف واحد الفيديو كان مصورين فيه العيالات داخل الجامع، شي بالجلاب شي بعبايات شي بالنقاب، وهي وختها بالحركة. هادي انتي وختك ولا لا؟ تفكرت نالي كيهضر عليه وبقات كتحاول تفكر واش خلاو مراهم شي اثر. ياك ما عندنا نبيع بيهم احنا. طلق الفيديو تاني وزاد تزرب الفيديو شويه حتى وصل بالضبط لواحد اللقطه فين خرجت مراه بالبرقع افغانستاني هذا في داش حاجه بحال شي بيبي صغير، وحتى اخرى حتى هي بالبرقع مقوصه ظهرها وغادا بالعكاز كتبان فيها مراه شارفه. خرجوا في الوقت لانه نورمالمون العيالات كيدخلوا يصليو ماشي كيخرجوا. نعت لها بصبعو المراه اللي مقوصه ظهرها بعينيه ليها كتافيها تسيطة حتى شافتو كينعت فيها شتات السخفه. راسها بدا كيقول لها طيح لي هنا ودي راسها سخفات. راسها كيقول لها تشدها بجريه وتخرج تخليه بالاطريقه متقات. ما كتبانش مزيان مغطيه وجهها كي غنعرفها انا. وهادي حتى هي ما كتعرفيهاش ياك؟ لا ما عرفتهاش. حط يدو على قرفاتو وسدهم بدا كيمسد ظهر عنقو تحت انظارها. كانت حاسب لي هاد الجلسه ما كتخرجش على خير. ما الختها باقا ما دخلات، علاش خلاتهم يغلبو بوحدهم؟ حسات بشي تسدات لها وكاع داك الجو اللي كان فيها قبيله تبخر. هادشي علاش قلتي لي تشوفني؟ زاد زرب داك الفيديو قدام حسن الوقت فين كانوا سالوا الصلاه والجامع بداو يخرجوا من العيالات حتى ولا كيصفر، ولكن هي وختها ما خرجوش من بين العيالات ولا عكس المرات اللي دازوا. هاد المره ما سولهاش. زاد زرب كسر المقطع بالضبط المقطع اللي عاود بانوا فيه نفس دوك جوج اللي لابسين البرقع مطبقين نفس التمثيليه بمده قصيره. عاد بنتي وختها خارجه من الجامع ودابا رجعت لك الذاكره ديال نهار الجامع، نهار دخلتي انت وياها بالحيك وخرجتو مبدلين الشرابط. فين مشيتي؟ واش اللي كتهضر بعقلك؟ فين بدلت وفين؟ مع الطرقات في عينيها وهي ناويه تنكر وتمسح السمبليكا مع جماعه مع واحد الصرفيقه بنجنا الحنك بيها. ما جات فين تقاد الوقفه اللي واجت لها وتغوت الغزلان حتى لقات يديه سد عليها فمها. شدها من قاع راسها مخلط لها الشال والشعر بالقبضه ديال يديه بواحد الشده كانت قادره تحس فيها بالغضب اللي كان كيكسمو هاد المده كلها اللي داس وكيهضر معاها من نهار رجعت لدارهم او بالاحرى قبل شويه بشي ايامات. كانت قادره تحس بقساوه يديه على اطراف شعرها، ولكن ولا هادي ولا يدو ولا فمها كانوا كيضاهيو الحريق اللي حسات به في حنكه حتى احمر بالمزيان. عياد ضربوا بيديها باش يطلق منها وهي تخبش ليه في يديه باغي غير تغوت الختها تجي تعتقها، ولكن لا حياه لمن تنادي. قربوا جهه الكمارس وتحضر لعندها. نويت قمع راسك اه غتخرجي بالحايك وترجعي بالبرقاء ما كاين اللي يجيب لك الخبر ياك بنت القحبانتيه. انا باش جاوبي دير امي في داك التليفون لا كيخصني نشد معاك رونديفو ونخرج القحوك كتخرجي لهم طايره ياك بنت الحرام. ادوي عياد ما تغض لي في يديه من الداخل باش يحيدها من فمها. والو اش قرات فيه؟ تسنات عدا نها يقر فيه ونسات بلي اليد موالفه تضرب تماره والكرفي من الصغر عدا ما كتدي منها لا حق ولا باطل. مضات عينيها وهي شادها البكي على هاد الحالة العجز اللي طايحه فيها حتى حبسات من التهميم كان ناتج على الغوات. عاد طلق من فمها بلا ما يطلق من شعرها وشالها اللي كانوا باقين بين يديه. باغيها تهضر وتقول فين كانت فين كانت. كتدخل ليه في عيلها شي حاجه ما كيقدرش يصبر عليها بصفه نهائيه. اش قال لك راسك؟ صافي قتاتي الواد ونشوفو رجليك. شاف فيها بعيون مدمعة والغضب باين في عينيها وجهها المورد بالبكا. ولا تنقول البا با سيدي با سيدي اش غتقولي لهاد باك سيدك؟ غتقولي ليه عاود صح في دمك بلا ما نقولها قداش وكنبتيهم في الجامع باش تلاقيه بالزليليه دوي. وما خرجش مشيت للجامع جيت للدار ما خرجش عباد الله والله ما خرجوش. انا كان عند مرتك صاحبه يحسب لك كلشي عنده. واش اللي يحسب لك كلشي؟ شايط عليه راسو بحاله. صافي رحم عاود جمع معاه بالصفيقه بظهر يديه الحنك الثاني حتى عوجت لها الوقفه. هاد المره وقفت وفقدات توازنها جات طايحه في الارض حتى رجليها كتبكي وشاده حنكه بيدها. تحدى المستوى ديالها وجلس جلسه القرفصاء نطق بتوحد شديد والشر كيقطر من عيني. الهضره ماشي دابا الهضره فاش غترجع للدار غنتحاسبوا على هاد الغوات. شدها من الفك ديالها مورك عليه بصبعان وديك الساعات غنحيد منك هتطلع لي تزعت فيك. كانت حاسه بشي حاجه سايله مني فيها ولكن الحر الدقه باقي كياكل فيها وباقي مبكيه بحالو بحال حر داك الشده اللي شاده من الفك ديالها وغارت فيه سبحانه. بدات كدفعوا عليها وتبعد يديه بكامل طاقتها اللي هدراتها اللي ضيعاتها غير في الدموع.
زول يدك ما تولي ما تقصني شي بعد مني. شدها من دراها بقسوه كتنافس قسوه الشكوك اللي عاودوا طاحوا عليه من فاش او تفرج في داك الفيديو وحدها من فاش قلت كتلون عليه وترقى عليه في الهضره. مساله انها فلتات لداك خونا اللي حاطو مع الدراري اللي كيأسوا الفير ما حتى صدق ما عايقش بها. خرجت من الجامع وصدق متابع ما تبعاش باش يوصل ليه الخبر بالضبط فين مشات ما بغاش تسرط ليه. عاود سولها بصوت كان باين فيه ديال واحد ما ناويش على الخير هاد الليله الا ما سمعش شي جواب يرضيه ويتيق به. داك النهار فين خرجتو زير على الفك ديالها اكثر وكثر متجاهل داك الالم اللي باين فيه. هضري شكون هاد ولد القحبه اللي خرجتي تشوفي هضري. بدات كتحاول تفكر راسها بين يدي وتبعد من حداها ما كانت باغا والو هاد الساعه غير تخرج من هنا سالمه وغانمه. شافت فيه بعيون مدمعه وبصوت رقيق باينه فيه العصبيه. ما خرجتش نشوف حتى شي واحد كان عندي شغل وخرجت نقضيه. طلق من يدي خليني نرجع بحالي بلا ما نوصل شي مشاكل يزيد يعقد الامور. مسح وجهه بيديه كيبرد راسو باش ما ينوضش حتى ليها يدو بشي حطاني خليها معطوبه. الليل هذا وختك واقفه كتسمع على برا جاوبي كي الناس قبل ما يرطبوا لي دين امك الحمص هاد الليله عاد ما مشيتي انت وياها. غمضات عليها ما قدرتش تجاوبو بالحرق ديال حناكه ومع غمضاتهم فلتوا قطيرات ديال الدموع من جنب عينيها. كانت شبه متاكده هاد المشكل ما غيساليش هنا الا ما عطات شي جواب. خرجنا شي مكتوب انا واختي عاودت غمضات عينيها ومتقات بكلام متقطع. ما قدرتش نخليها تخرج بوحدي تحقاش من فاش تينا الدبسي مع با سيدي ما بقاش كيخليها حتى هي تخرج للسوق. ها علاش كتبت عليهم وقلت لهم امشيو للجامع سولي يدك يرحمي ما كتحرقني. طول فيها الشوفه كيقلب على شي علامه صغيره ديال الكذوب فيها وشويه بشويه بدا كيطلق من الفك ديالها. طلع عينيها لجهه شعرها ومعها بغى يهضر سمعوا صوت الدقان ديال غيزنان في الباب. شاف جهه الباب جاوب صوت غليظ بالغوات باش يسمعوا سمعوا غيزنان برا. ها هي جايه عاود هبيت عينو ليها لقاها كتمسحني فيها من الدم حيد لها الدم من نيفها وجبت كلينيكس نجيبو بلا ما يشوف فيها نطق. والشعر مال شعري ولا ما خرجت بيه من داك النهار معري. قرب كلينيكس نيفها ومعا بغا يمسح لها الدم بعدات منو بغا تسحب باللور حتى ثبتها من ركبتها بلا صاعد بدا يمسح لها بقايا الدم اللي خرج لعفاش العفاه بديك الترفيقه مع من تشاورت حتى تصبغيه. بعدات وجهها عليه بنفور ونطقات ولاش نتشاور في شعري. رجع كلينيكس لجيبو ونطق الخطره الجايه اللي غنجي فيها نشوفو لقاه كي كان. بعدات منو وقفات كتنفض حوايجها ومع شافته ناض نطقات بداكشي اللي في قلبها. قلبها اللي تسير الريايو كتشوفو من هويشه الاقتراحه. واش شينا ما كتشوفش هادشي ما كتشوفش بلي حنا نطلقوا؟ علاش دابا باقي كتقول لي اجي علاش نتشاور معاك في شعري وحنا ما بقات بيناتنا حتى حاجه؟ حنا ماش نطلقوا؟ شافتو سكتو كاين باين فيه متبع معاه هدرتها وعلى ما كيبان واخداها بجديه كيف ما حتى هي هدرت بجديه يمكن كاع يكون حس بها جرحات السم من ديك العلابه المسمومه ديالو حتى ما بقات قدات. بسكاتو وشوفاتو يمكن حس بها ويمكن فهمها وتفهمها على الاقل هادشي اللي كان كيحسب لها قبل ما تحس بيدي تمدات لوجهها حطو اسفل الطقم ديالها وطلع راسها لعندو حتى طلقات عيونها بعيونه وبكل وعينيها وبكل بلاصه في لحمها مكشوفه. تتقرب لعندها مع بغات ترجع بخطوه اللور تبعد منه لقات مدور للمور ظهرها وما مخليش العفين تبعد بالعكس قرب لها جسدها الانثوي اللي حتى اختصر المسافه بينه وبينها ونطق بصوتها الكلب حاد ديال الكار ولكن هادئ. من هنا لذاك الوقت طلع سبعه شنو فسات حسن يعطى الراس الحريه يتلمس الملمس ديالها. ارى لي داكشي اللي كانت سالفيك. مع رجعت راسها اللور من بعدا يدو على شنايفها مع حسات بقبضات يديه تلقات على ظهرها داير لها حاجز ما خلاش ليها فين تململ بل زاد قربها منه في صمت بواحد القرب كان كافي لي يخلي قلبها عليه يسكت. ما كيتيقش فيه وهذا الهدوء اللي تقلب ليه بالزربه دخل الشك وخلاها تخاف كثر وكثر وكثر من فاش كان كيهضر مع السبع على الاقل. تما كتعرف راسها خصها تحضي لا يخفلها بشي دقه. اما دابا ما عرفاتش كاع علاش تقلب هكا ولا مهدن بواحد الشكل ما كيرتاحش ليه القلب. حطات يد على صدرو باغا تبعدو بنبره منخفضه بزاف ورقيقه نطقات ما بقى بيناتنا والو علاش ما باغيش تفهماتش. خلاها كتهضر وتسول علاش وكيفاش وما جاوبهاش. عينيه اللي كانوا كيفترسوها انس بانس وهما جوابو ليها فهاد الساعه كانوا كافين وافين خليها تعرف خطوره الموقف اللي هي فيه خطورته عليها وخطورتها حتى هي عليه وعلى غرائزه اللي بدون ادنى مجهود منها بدات كتسترجعهم كراكبة خيل مبتدئة مع خيل غربي أصيل. بقات نتبع عينيه فين غاديين كيف ما متبع حتى لمساتو الخشنة متبعة طريقهم اللي مشاو مباشرة لجد شعرها اللي تخبل بديك الطيحة اللي طاحت. كان الإحساس بالدفء يدو الكبيرة اللي كترد لها شعرها المخبل من مرودنها إحساس مركز
شديد، وزاد الشد كثر باحتكاك سبعه بالشحمه ديال ودنها حتى على ديك الرقبه البيضاء ديالها اللي كانت بارزه ومنطقيه بشكل كياتيري وكيخلي الروح طيح عليه بدون سابق انذار. تحضر المستوى ديالها وزاد مال جهه مختصر كثر ديك المسافه القليله اللي كانت بيناتو ما حاش كاع بداك الجهد اللي كدير باش دفعو من صدرو، ما حاش بقلبها اللي غيخرج من بلاصتو داك القرب، كيف ما حاش بكرشها اللي شتا الوجع وهي حاسه بحال كاع هادشي اللي كيديرو عائلتي على ودها هو كيتضرب في زيرو. وجدها فرقهم وهو دابا شادها وسط الكوري وسط الفيرما ديالو، بدات كتغرق بتفكيرها وسط هواجسها والخلعه ديال حصلهم شي حد وما خرجت من داك البحر غير على سخونه الانفاس ديالو ضد بشره درقبتها وملمس الشفايف ولا رقبتها في الوقت اللي كان خاشي راسو في حنقه كيف تارسو. واش نحمقيتي كتدفعو تترطب بعفوانيه انطلقوا هايزا انطلقوا واش تسنى ما كتشوفش الحرب اللي نايضه بينك وبين عائلتي؟ بقى هابط سبعان يدو من ظهرها ببطء شديد خلاها تحس بالضغطه حتى وسط النهايه اطراف شعرها من تما بدا كيلويه بين يدو رول من مر رول دقه بدقه بلا ما يحيد راسه من عنقها. نايضه بيني وبينهم ماشي بيني وبينك، بدات كتسلق ليه بين يدي حتى بعد راسه من عنقها وهي تنطق بينك وبين عائلة الأنصاري وأنا من عائلة الأنصاري واللي عداو واللي عداهم عداني حتى أنايا. كان عندها اعتزاز كبير بالنسب ديالها اللي ما كترددش تقولو في أي فرصة ومناسبة براسها مرفوع، كيف ما ترددش شعب تسطر ليها بالخط العريض باش يفهم باللي ديك الكنية وخا يتعاشر ويتصاحب مع با انا راه يشوفو غيصدم عليها غيرسل ليها رجلي، يمكن ماشي حبا في بنته ولكن على الاقل على ود النسب ديالهم. تينا منوض الحرب مع عائلة الانصاري وانا كنيتي الانصاري فيروز الانصاري. نطقات بواحد بحال الطنز والاستفزاز شوفاتو ليها وطريقة هدرتو هزا ليا كنية العلاوي، شفت فيها نطقات بقوة كتستمدها من كنيتها وبكل افتخار نطقات انتي كنية الانصاري وهي صراحة كافية. يعني حسات بالقبضة دي يديه بجوج على جنابها وقبل ما تستوعب باش كيوقع لقات قلبها حتى ولا ظهرها لاصق مع صدرو في وضعية خلاتها تحس هاد المرة بمزيان بداك القرب من موراها. قرب لودنيا وهز بصوت عميق وخاشي ناطق بهدرة متقصد يدخلها على الأعماق ودنيها، نغرات شرقي ليهم وتولديهم هيخرجوا بكنية بالحاج. عاد شحمت ودنيها عاد خفيفة حتى حس بيها كمشات عن قاد شي قرا وهلك ما غنجيش نوريه لك دراري كيهزو كنية البو ابن الانصاري. حاولت تبعد منه دارت جهده باش تهرس داك القرب اللي غير ما كيزيد يخليها تحس بالنفور منه، ولكن لا حياة لمن تنادي. ما جات فين تبعد حتى حست بانفاس وعاودوا رجعوا لرقبتها وشنايفو رجعوا كيتعداو على حرمة بشرة عنقها بنصات وعدات كانوا كيخليو قلبها يقفز من بلاصتو. اما يدو كان حاطها من فوق سترها مشلله الحركه وما يخليش ليها فين تململ، ولكن هادشي كامل كان هدرتو اللي كانت بحال شي جمره تحطت على قلبها وكيوريها شريط حياتها دايز قدام عينيها وكيفاش غتكون وعاء لرغباتها الجنسيه بالدراري كانت هم اخر. غير ديك الفكره ديال تهز ولد من صلبه وكتخليها تحس بالاشمئزاز، تفضل تموت من شمعه شي حاجه بحال هادي بيه. فكره اللي ما قدرتش تشد لسانها وتصبر راسها باش نطقاتها بصوت مسموع خلاتو يسمعها ويسمع الراي ديالها فيه. ولا واخا نعرف نموت ما نولدش معاك، مد يدو لجهته وزير عليها من فوق الكسوه باغي يحس بالملمس ديالها من فوق الكسوه، ولكن دوك سوتيانات اللي ملتحت عنك شو حسن لك. ما فهمتوش اش بغى يقول في نفس الوقت ما كانتش مرتاحه لمساتو، ما فهمتش شني قلتي شني اللي حسن. زولي يدك رحمي يمك ماش تدخل غزنا ماشي واحد يشوفنا هايدا حسن لك ما تفهميش. هبط يدو الكرشه وزاد قربها لي حتى حسات بلاصه لي صافي غادي يفتر صح. حسات بكرشها تزيرات بين يدي حتى بدا كيسمع غير صوتها كيطبل له باش يفكها. شد الهايدا اللي كتحاول تبعد يدو بها وحطها ديريكت عنده، انت بركه عليك غير هذا يطلع ويهبط هو اللي شايفك فهمتي. اما الشريكه ديال الدراري ما بانش ليا عندك صحتها، بدا كيتزاد معاه الزايد والصهده كطلع معاه من ديك الحطات اللي قالت لي حطها لها من الملمس. ما بقى كاع كيسمع على هضرتها ولا هي كتقول يطلق يعني تفكر اي حاجه كتعلق بيهم بعائلتها ولا بقى كيحس بمحاولاتها باش تفك 20 ثانيه ما بقاش حس براسو فيها كاع اش دار فيهم. بحال ترفع حتى سمع صوت الدقان في الباب ديال الكوري عاد رجع للارض الواقع.
بدا كيتحل الباب ديال الكوري مع بانت ليه الباب مردود، بدات كتفرطط ليه في يدي وتدفع فيه بطريقه عشوائيه وبزربه وقلبها حتى بي صافي هذه اخرته. ليلى ما تهنات وارتاحت حتى طلق منها عاد حتى حضرت الارض، يد كتهز بها شالها ويد شاده بها سوتيانات اللي حلهم في ديك 20 ثانيه، اليد الثانيه هزات بها شالها، بدات الثانيه كتغطي بها عنقها اللي حسات به كلاه ما حلتها ليه ولا الحل اللي دار لها في 20 ثانيه. لحمها ما مسوق لهدرتها، ما مسوق للدفاعات، ما مرحلتها الخلع اللي ركبها فيها وهي كتشوفه في ديك 20 ثانيه شمن هيماجيه ولا مخدم معاها، تخربقات تعلموا ليها العرار، ما بقات كاع عرفات واش خرج من الخلع ديالو والصدمه ديال الحاله اللي كان ناوي يوصلها ليها وسط قلب دارهم. مرحلتها الخلع اللي تخلعات من ديك الباب وهي كتحل، ما عرفتها اختها، ما عرفتها شي حد واحد اخر، وزادها من الفوق التوتر وهي خايفه اختها تكون شافت الوضعيه ديالهم، والتوتر اخر سبب مجهول ما عرفها غير هي. جاب الله اختها دقات، جاب الله دخلت عليه ومحتاج مع راسه ورخاها، مشاو عينيها نيشان الاختها اللي كانت حالتها ونطقات بصوت باين عليه التوتر، فيروجه خرج دابا خاي طارق كان على شويه ماشي نهاد البلاصه، فينو دابا؟ اخليها على لابسه وتنكشف، مشيت لهيت وخليناه نمشي قبل ما يصدق راجح، وداكشي اللي خفنا منه هو اللي نطيحو فيه. هزات راسها بوخا ومع بغات تمشي جهه اختها حست بيديها شدوها من معصم يديها، برد لها الماء في ركابين سبب مجهول، حتى بدات غير كتفيبري في بلاصتها، دارت لعندو كتشوف فيه بشوفات ديال الشك كتسنى يقول اش باغي. اي خاصني نمشي قبل ما يجي خاي، نطق بصوت رجولي وعيني كيسكاني ومنسات راسها كي بلات المره الجايه نجي وما لقاكش كي جيتي به النهار الاول، ديك الساعه عندي معاك هضره اخرى. حركات راسها بزربه بمعنى واخا واخا، متصرات من يديه خرجت من الكوري كتجري هي وغزلان وخلات موراها، ربي لي عالم بالحاله اللي وصلت ليها، كان بحال شي كانت بحال شي حلوه حلوه كيقربها لك شي واحد من طرف شفايفك ومعاك كتقيسها بلسانها، لسانك بحال هكا كيعاود يطير هيك ويخليك ملهوف عليها. اما عندها هي واختها كيف ما جاو ليه عاودوا رجعوا تما غادي من مور الظهر، تعطلتي بزاف، جبدات شي حاجه من شلخشاتها خبعاتها عاد بدات كتزرف في خطاويها وكتقاد شالها، تحتلت بالحق خرجت بالفايده، ما خرجتش شفتي ليك ليه بالخاوي. وقفت في نص الطريق ونتقات بسؤال كتمنى جواب يكون هو لا. لا فيروز ما تقولش ليا درتيها، ضروري غزان انا ما نخليش يبقى يهدد فيا بحال هيدا، واش حماقيتي وكون عاقبك؟ غير سكت، كان قلبي يسكت لي بالخلع، رحمي امك ما تهضرش معايا دابا، خلينا نطلعوا الفوق. تحركوا من تما ودخلوا للدار بالزربه، كيتسلتوا غزان غير كتشوف هاد المصيبه والحريره الثانيه اللي عاودت خشخشت فيها راسها، واش هي ما كتفك من المصيبه حتى كتخشي راسها في مصيبه اخرى؟ بقات كتسنى حتى يدخلوا البيت يسدوا عليهم باش يهضروا في هادشي، ومع ستات خصها الباب وقفات قدام تصدفات فيها من التخيل اللي طرا في ظرف دقائق. دخلت فيهم الكورين وارو خرجت منهم مرمده شعرها فيه تبن، وجهها حناك وحمر بلا قياس وباين لي ماشي واحد ضربها. اويلي مال وجهك؟ ضربني هي ماشي ضربني حقاش، حاط شي كلب يحضيني ونهار مشينا للجامع مشى قال والو. ما تقولهاش تضحك، واش متاكده؟ والله العظيم وكان عنده التليفون انا لا في يدو ديالي انا وياك، صبر عليا تنحل التليفون نشوف وتشوف بعينك. جبدات التليفون اللي طيرات لي في الوقت اللي كانت هي وياه في الكوري وراتو اختها، ها فين كاين كل شيء. سليم لك والله حتى تسليم، ها قلتي ما غاديش ما اللي شافك يقول ما غديريهاش، وياك سنتينا قلتي اذا بقى معايا ما غاديش يصلح لي مالكي ناري يا صاحبتي غير سكتي. وكل ما خرجت بقيت على سبج الباب شكون كان يشوف طريق ماجي، بدات عينيها للتليفون عاودت طلعت عينيها لوجه اختها، درها خطرها على وجهها كي ولا بالتصفيق، وزاد تعجبات كثر كيفاش ما سمعاتش صوتها. في دارهم كان غير كينوض لها فاروق ولا حتى ما يحط يدو عليها، تولي بحال ديك الزوايا بكاها وغواتها كيبصل فين وفين. دابا على طراسي اليد مسخوره في حنكه والحنك الثاني حمر بلا قياس والحس ما تسمعش. المهم بعدا ما خرجش من تما بلا حتى حاجه، امشي نغسل يدي ونمشي. واش فيروزه كتقول لي ضربك حيت خرجتي ودابا باقا ما ترفدتي رجليك من ديك الزبله وزدتي خشيتي رجلك في الضايه الغيص، واش عرفتيه كون يعرفك سرقتي له تليفون واش ماشي يدير؟ خاف عقلك شويه رخاف، داك التفكير بزاف غير كيحرق راس. انا ماشي نغسل يدي ومسح التليفون قبل ما ندخل ندوش، بقات متبعها بعينيها وحركات راسها بمعنى واخا، مشات جلست فوق النمسيه ديال خصها وبالها بقى معاها. ما كانش هادي فيروزه اللي كتعرفها، فيروز اللي كتعرفها كانوا زبايلها واخا هكاك صغار، ما وصلينش لدرجه تسرق تليفون ديال واحد خدام نفس الخدمه ديال عائلتهم. يمكن خصها ما قدرش خطوره الوضع، ولكن تقدر تما تكون عنده شي سلعه خاص ويشدها ولا سلعه كيتسناها، ولا يمكن كاع يكون عنده شي رونديفو وكيتسنى شي ابيل. شنو دابا غادي تزمن الوضعيه اكثر واكثر؟ ما كانش خصها اللي كتعرفها، والتغيير اللي كيبان فيها كل نهار بدات كتلاحظو شويه بشويه. فين اختي كانت كتهضر جوج مشيت تشكل جدها، دابا ها هي
كلا جوج صرفيقات باين فيهم حارين بسكوتي، ومن الفوق غتصبر وما غتقدرش تشكى ببساطه حيت هي اللي مشات لعندو برجليها كلاتهم وغتبردهم وتسكت. تنهدات كطلب الهدايه لخصها الله تنقص من الطيره اللي عارفه ما غينفعهاش مع واحد ديجا قاتل جوج رواح. نادت من بلاصتها مشات تجيب لها الثلج ديرو الحناك على الاقل تخفف داك التورم اللي غيجيها من بعد. كان واقف هو على برا كيضرب فيه الغربي في داك الليل ومرتاحش في الوقفه. جاب الله ما غيتمشاش بزاف، اما كنت تدبر تدبير بديك الحاله اللي وصلاتو لي عقل ما تخلي ليهم خطا. هزيدو شوف شحال ديال الوقت هو خارج، كانوا غالبا غيكونوا يا سلا والعشاء، يا كانت حتى وحتى غيكونوا قربوا الى كانت جوج حطات ديال العشاء. كان هذا هو الوقت نيت غيجي معاهم مع باش ما يعيقش ويضرب ليهم الدح في العراضه في الزيرو. هبط عيني الحجر ومسح وجهه بسخط حالته هاد الساعه، ولا بالسروال الثوب ما كانش شي حاجه يعني كتسبورتي باش يدخلني بهاد الحاله وبين العمى اللي ما كيشوفش راه خرجت من الدوشيه من مور ما غسلات يديها ونتوايا التليفون غير بالخف، ما كانش عاجبها الحال وكانت عاقدهم معبس عينيها. دابا اللي طلعتها ما عندك ما دير، كون من الاول ما مشيوش عنده ما كانش يسوق لك وجهك عايده. لا حتى اللي فوق فوق الناموسيه بزاف، ومشات لجهه الماريو كتقلب على ما تلبس. اش من وجهها من زفت غسلان اللي ماشي الاخر عامل لك التليفون. ودابا انا كي غادي نحل له مسح منه الميساجات والفيديو. حطات الميكا ديال التاج فوق الكوافوز بهدوء ومشات جلست فوق الناموسيه، بقات بسباختها اللي كتبرد حر الشمس في الحوايج. ما كانش شي حاجه بعيده، انت عارفه الانسان دابا اللي عايش حياته في الحلال كيدير الكود التليفوني واش كنتي كتسناي منه. شبدات حويجه وشافت فيها مقوس وحجبانها بعصبيه طفيفه. ما تزيديش تنتي يرحمي امك، هاني انا كريتي بالفقصه انا مش ندوش. خرجت من البيت ومشات للدوش دوش عقلها كامل غير مع ديك الليله ديال الويل. عنقها اللي كان فيها علامه واضحه وضوح الشمس العيان ما كانتش طبعه عاديه، وانما طبعها هو اللي تسبب لها فيها، ولكن كي حسبت لغه غتخليها تطول فيها راه غلط. غمضات عينيا كتحاول تهدر وما تعصبش. حطت يدها على لافابو ديال الدوش مقابل المرايه وكتشوف راسها الاعصاب كيشيبو. غمضات عينيا وخدت شهيق طويل. الاعصاب كيخليو البنت وجهها يبهات، الاعصاب كيخليو تكمش في الوجه، داغي الاعصاب كيشرفو وداغي انتي ما ناقصكش هادشي. خرجت النفس حتى تفشات وحاولت تبتسم لراسها قدام المرايه وما تخليش هاد الليله تراسها لها في راسها بسبب واحد الا مشى ينعس دابا غير ينعس مرتاحه. مشات دوش مقره حتى تسالي تدواش على الله تهدى وتنسى الطقات اللي قلات. عاد تبدا تفكر شنو غادي دير. سالت مشات لجهه المرايه كدوز التجيره حناكه وبالها باقي كيبلاني كيفاش بعدا غتغطي هاد المصيبه اللي في وجهها. زاد وزاد داك التجري على عنقها في بلاصه اللي طبعها لها وعلقها وعقلها باقي كيدور كيدي ويجيب في داك التليفون. بدات كتنشف شعرها في نفس الوقت بدات كتقلب عليه بعينيها. جات ناموسيه من المرايه ما بانش لها وزادت تعقدات حشبانها مستغربه حيت ما بانش ليها. خلات داكشي من يديها مشات كتقلب عليه فوق الفراش بلاصه اللي نورمالمون كخصو يكون فيها، ولكن ما لقاتش ليه الاثر. تحدرات على ركبيها الارض تشوف تحت ناموسيه والو. اوعدي فين مشى هذا؟ حتى تو يدي هنا. دازت المجره اللي حداها الكوفوز ماري المجره ديال ماري كلشي رونات وليه بتقلب وقلبها كيضر في التسعين. خايفه غير تكون غزان خرجت وخلات الباب البيت محلول حتى دخل شي حد وصدق القهوه هزو. تنفضات من بلاصتها ومشات كترهز التليفون ديالها. دخلت لجهه نوامر مع بغا دوز مرتو باش تعرف التليفونيه كما كاين في الشي قنت غير هنا، وهي تفكر بلي ممكن يكون هزو شي حد ولا هزو صوناتها تحصل حسله خايبه. حطات يدها على راسها وبقات غادا جايه كتفكر اش دير. ضربات التلفه ملي ما لقاتش التليفون باقا الخلعه ديال فاش بغات تهزو ليه ما تلقاتش منها. في الاخر تلقاه ما كاينش، شكون هزو؟ الجنون ياك ما يكون عاقو غفله وطلع هزو. دوزت النمرات خساويه كطلب الله من الله تقولها راه خبعات وعندها ولا اي حاجه تهدنا بها، ولكن لا حياه لمن تنادي. جاوبي تينا جاوبي. صونات مره بجوج وثلاثه والو. الجوابات دخلت لها الشك كاع واش كون يعني هزات، وخصوصا مي كانت معارضه الفعله ديالها. لاحت عليها شالها مغطيه شعرها وعنقها وهبطت الكوزينه كتجري كتقلب على غزلان، ولقات تما غير اميمه مدت لها الطبسل ديال الديزير. جيتي دي معاك هاد الله الله ينورك فيه روزه خاتي. مشات تصلي والناس كيتسناو وانا ما عندي كندير بحرم كافيه معاه، راكي عارفه الولد ومع الكوزينه. بقاتش كتشوف داك الطبسيل بحيره وتردد شديد، شنو واش غدير لهم هذا الصالون؟ فين جالس هو؟ وغيزه اللي كتسخر فينا هي؟ ها هي حتى هي بحال كتسخر. عاد خرجت من الكوزينه. امرا تخينتي نعرفه ما نقدرش نعبي لهم، بابا قال لي ما نهودش من بيتي بمره حتى يخرجوا الضياف. عمي راه قالك ما تمشيش تدخلي وتجلسي معاهم، واش ديتي معاك هذا؟ راه غتعطي غير الطريق قدام باب هو يدخلوا لهم يعطيك الطباس اللي باقيين عندهم تما. خفي راسك صاحبتي اجي مال وجهك. اويلي شكون داير فيك هاد الحاله؟
ماشي شي حاجه ماشي شي حاجه. مع شفتها تشد بالاسئله سلتات لها مشات قاصده الصالون في الداخل ديالها كتلوم راسها حيت تلهات بالتقليب ومسات كامل دير شي حاجه تخفف بها ديك الحموريه اللي نورمال اللي في وجهها. غادا وعينيها غير كيدوروا ويقلبوا على غزلان حتى وصلت لباب الصالون شي غزلان ما لقاتها. بدات كتقلب عينيها في الصالون على شي واحد يجي يدي عندها التبصيل مخبأ منهم ملي يشوف وجهها متفاديه تعيط وتخليها رد البال ومتفاديه حتى بايز دقرات البال وحسبت له هبطات بالاني. بقات كتطلب تخبيعه وتقلب عينيها في صدق التقلاب ما طاحت هنا غير على يوسف اللي كان مقابل مع ديك البلاصه اللي هي واقفه فيها ابتسمت ليه بالصواب. قلبات عينيها ما بغاش طول تشوفها مع القلبه قلباتها ما طاحوا هنا غير في عز عينيه. عمرها ما نوات في حياتها يكون الحنين عندهم شي تاثير كبير كيتوجي القلب وركابي حتى النهار اللي عرفاتو فيه لدابا. وعاد اللحظه النيت اللي كان كيشوف فيها احساس بالبروده طلعت معاها جاب الله كانت مزيره على التبصيل اما كنت شتت. قلبت عينيها ومن زهرها طريق خارج لعندها عقد حشبان وش التبصيل من عندها في يدي الثاني باقي تبصيل واحد اخر عمر التباصل والخاويين ديالهم. ما قالتلكش الوالده تبقاي فوق؟ فين اميمه وغزلان ما كاين حد فيهم سربي؟ قلتها لي بالحق. هوت نفتش على غزلان وجبرت ماما مشات تصلي اميمه مشغوله وغزلان ما نعرف فين هي. لقاتني غي انا حداها عطاتني التبصيل حسن ما نتعطلوش على الناس. طول شوفها في وجهها وقطب جوابه مال وجهك؟ ها ما مالوشي ما عندي حتى شي حاجه. العتريقه زاد زيرات على التبصيل ما عارفه باش جاوب صراحه. وسطات السريس كامل اللي عليها وزاد تشوفات ديال خوها وعاقتهم وضحكات ليه ضحكات فرا بزز بيناتنا فيها. وهادشي علاش كنت كنفتش على غزلان طول فيها شوفها نيت وحنا كنطق رجع الفوق. هاد الجواب غيجيب داكشي اللي بقى في الكوزينه. ديك الساعه علموني نجي ندي اشباقي تم شتي بجوج يدين ما جات فيني كملها حتى تسمع غير التشخشيخ ديال الطباس اللي كانوا هادو ثواني في يدها. اما دابا غير داكشي اللي بقى منهم هو اللي كاين في الارض. زات عينيها في خوها لقات وحط يدو على محاجر عينيه غير طلع الفوق. الله يرحم لك الوالدين. دخل الصالون يد الطباس الاما هي غير شافت ديك الروينه اللي دارت حضرات الارض كنت كتجمع في الجاج اللي قدت عليه مع الطرف الكبار على الله تنقص منهم هذاك التماره اللي زادتهم بها. اما في الصالون كان يوسف جالس في بلاصه قريبه شويه لعز باش يتجمعوا على ود العشاء. فواحد الوقت من هاد الامسيه كان شغله هو راجل بنت عمو اللي هو نفسه راجل اللي حرق الفيرما ديال جدو. اما فاش جات خدات كامل الانتباه ديالو بحال كي موالفه كيدير ديما. داك اللون جا معاها واخا ما كانش قريبه بداك القرب اللي يخليه يشوف كيفاش جا. حتى مع عينيها اللي كانت الكسوه اللي لابسه بحال العين انكاس العوينات بداك اللون ولكن هكا قدرات تخطف ليه انظار وبقى جالس مفيكسيني فيها. من فاش وقفات تما وغافل على عيني اللي حتى مفيكسين فيه ومفيكسين هذيك اللي مفيكسي وعيني فيها. خلي داك اللي حتى غايب خدم واش ينوضي قرب ويقبرو واش ينجب ليه البلابز ديال عينيه يوكلهم ليه ويديها من دارهم صحه عليهم قدام عينيهم لهلي قلب كاع في قضيههم اللي يدوا عليه بخاطرهم. شوف ما كيبرد الجوف قلب عيني لجهه الصوت حتى هو باين في جونه ويا لخزيت كيفاش كان جوابه بحال رابوز ديال العافيه لداك جالس في بلاصه ما بعيداش عليه مع جاوبه مع بغا ينوض. الحاج مرتضي حط يدو على كتفو لدور عليه باش يجلس بردون على الشتا ماشي وقت هادشي اش غنبرد كيعري فيها بعيني قدامي بحال جالس حدا زامل وكتقول لي البرد. شاف جدو لي جالس حداهم هي راسو جهه راسو الفراجه بدات كتهرو على راحتو ربع يديه طبطب لي فوق ركابي بيديه وغمض عينيه مهزهز راسو ليه بريضه وبين ثنائيه تقاسيم وجهه مرسومين باتقان تعابير الخبز. شبك يديه فوق ركابي وسند ظهرو حتى هو كيتفرج في نسيبهم باغي يتفرقع. مال هذا وقف من بلاصه وشاف عز مخنزر عليه عندك شي حاجه معايا كنقول هو يمرق ويحضر عينيه ما بغى ينوض ليه عاود زير با على كتفه ما باغيش يخليه ينوض. كنقول هو غيهبطهم والو انت ما بغيتيش تفهم زبلك ما غا ما زايد فيه. بانت نسيبو الدعوه غدا وكتقواد وناض وقف حدا ولد خوه اللي كان باغي يتلاح على عز. اصلا كان مغزف عليه بسبب الفيرما وداكشي اللي سمع ليه كيديروا البنت عمو حاط يدو على ظهره ونطق يوسف خرج بالثلاثه بخير الله يرضي عليك ما خصنا مشاكل في هاد الليل. حيد يد عمو من ظهره زاد قرب للعز مغزف عليه وسنانو خيز عليه شفتك كتخزز عليا بحال باغي تضارب غتجي تحاسبني على بنت عمي نكحل عليها ولا نشركو المجمع انا وياها. قرب ليه كثر حتى بقات مفارقه عليه غير طبلة عندك شي حاجه دوز لسانو على شنوفتو تحت ريان بالريقو ودفنها تحت سنانو عاضه وكارزه ليها حتى ولات كتبان في وجهو بحال مرسومه ضحيكه رجوليه. ولا حين غفله ضرب رجل الطبلة برجلي بواحد الجهد تزحت حات مع عظم الركبه ديال يوسف كرماتو فيها بحال شد خشبه ديال العود وعطا بها الركبه. هاد الساعه عندي غير انت الا ما فرقتيش عليها
غنفرق لك الراس على الكزده، طرف يلقاو في طنجون وطرف يلقاو في القويره. مزيانه هذه، حس بيه غفلو بديك الدقه، كناويه نود ويوقف كيف ما وقف حتى هو يهضروا فاس فاس. حتى خد الدقه في الركبه وزادوا بالهضره والتهديد، حتى هو ماشي من الاكزين. الضربه في الركبه بدفئه الطبله، كحز على جنب دافعه وتم غادي قاصدو ومكشكش كيصبو يرارا عيا مع الحاج القسم مع الحاج القاسم وطارق والو واش بغى يسكت. حتى وقف قبالته السيد كيهضر واقف وهو جالس، خلاه كيعرعر وبدا كيقلب جيبو على الباكيه فين مستفز الجواله ديالو، ما نويش يتزايد معاه في الهضره، ما فيه ما يقلب على يقلب هاد العشاء بمضاربه اخرى. تحت طالب الحاج المرتدي اللي من الصحوه كيكلمي فيه. وقف يوسف قدامه كي ملك الموت وانتخ بغضب ساخي بحاسب الدم كيتحرق فيه. جاي حصل دار جديه ولد الكلبه وكتهز رجلك عليا. حد راسو كيقلب في جيب الدخلاني ديال الفيزا متقبرد بلا ما يشوف فيه، ما حاسبوش كاع واش كاين. هاد الساعه كاين غير اختك اللي هزاهم، ساعه اخرى نشوفك انت واش غتهزهم معاك. من هضرتو مع شنق عليه يوسف ملك ولد يالنو نوضو من بلاصتو، عينيه باين فيهم شراره تحيق الدافيين بديك الوقفه اللي وقفو وبديك الشنقه اللي شنق عليه. دخل فيه بروسيه في البلاصه ما عطلوش حتى رعفو. يدين المحمل ديالكم اللي غيتهزوا عليك هاد الليله. شاف الحاج المرتضي في نفس الوقت بقى كيمسح في الدم اللي هبط من نيفو، لقى حرك راسو وغمض عينيه وحلهم بمعنميك، عاد على لسانه مبرد في داك الحر وكارز عليه بسنانو حتى طلت راسه الفك ديالو بشكل حادم تحت اللحيه ديالو. جبت كلينيكس وقرب لعند يوسف حتى وصل لحدا ودنيه وهز هز وهو باقي كاز على سنانو مصيره على داك كلينيكس في يديه. دير بحساب الزنقه تما فين غندوي وانا وياك مزيان، هضره ديال رجال. هادشي علاش شادها عندك باش تصيد ويتزلو عليها وسط دارك؟ شاف فيه الحاج وخلاه كيهضر ما جاوبوش. مال شويه قدام طبله هز منها واحد ليمونه وعطاها لجواد. شد نقي لي هادي يا ولدي الله يرضيك. جر ولد خوه من يديه ودار فيه. بدل ساعه اخرى تلاقى بيه على برا وتناطحو نساويه ما تنوضوش ليا صداع في داري. حتى انت برد البنت كاينه في دار باها وسط خوتها، انت دويتي هضره ديال الرجال، انا عارفه كاينه في دار باها دايرين بيها خوتها، وهذا اش كيدير حدا جنابها؟ شاف يوسف شدد على هدرته بحال انه يدخل لهم هاد الهضره بجوج باش يفهموا مزيان. يوسف ولد عمها وبحالو بحال واحد من خوتها، هادشي اللي كان من زمان وهادشي اللي اول عليه بقى بحالو بحال ولد عمامها ولد خوالها. النهار الاول اللي ديتيها فيه ما ديتيهاش قطوعه من شجره. ما تسمركش بيا الحاج، الله يرحم لك الوالدين. سكت ومسح وجهو بيديه باغي يوصل ليه اش باغي يقول غير بالعقل والصواب، لكن العقل اللي عنده طيراتو ليه هي وجدها وزاد معاهم ولد عمها بالعريق. وهو حاس بنار الغيره ضربات الشرايين وحلقو حتى بدات ومسح رقاح الى خص الماء. عاود شاف فيهم طق، واخويا الحاج خويا اللي من دمي ما كنخليها تشرك معاه هضره، ما كنخليها تامل القنت اللي مكواني فيه وانت كتقول لي ولد امها. عاوتاني ما تزيدش فيه، مرتك مرتك وليني انت عارفه في داري قدام عيني. ما كانت تخلواش هي وياه وكطيح عينو عليها حتى كتكون ستره راسها مساسه راسها، اش من ستره فيهم؟ واش انا ما شايفش دين امها؟ شوف الحاج انت وكلامك نحطهم فوق راسي ولينا هاد الخليقه. شاف يوسف وانت مغزف عليه، انت باقي لقى دير امك كتكحل فيها غنجبد لامك العروق ديال عينيك. بنت امي ولا بنت الزبل ديرها على دوك اللي عندك في الدار، ما تبقاش عليها هي. خرج يوسف من الصالون وهو مبرد الطرح على ود العائله، اما الحاج الرحماني غير شافو خارج قرب لودنين حفيدو وجواد وجواد وهمس. عاوني نوض الله يرضي عليك ونوض تبع ولد امك ما تخليهش بوحدو. واخا جدي عاونو هو في طريق باش يركب في الكروسه ديالو، وخرج تبع ولد عمو. اما الحاج الرحماني خرج من تما وتم قاز البيت ديالو مخليهم وراهم يهضروا على ماشي ما بغى يجلس. الحاج قاسم حتى نوضو الصوريه ديال التليفون. بوبكر هذا اللي كيعيط، هذا ولدي طارق معاكم، لخصتكم شي حاجه قولوها لي على ما جي وندوي ان شاء الله. خذ راحتك الحاجه حنا كنتسناوك. تعجبوا بعدا غير بالتبديلات وحدة من ورا وحدة بحال داير عرض الازياء في دارهم. وباها كيقول ليه سترة هيا دابا ما دازت عليها حتى ساعة صحيحة ما هبطات حتى بدلات وعلى ود من هبطات، هبطات بعشقها الصخرة وتمارة باينة لا قارية وحافظها من ظهر غيب. ماشي الصخرة اللي غتخليها تنتك وباينة، ماشي هو. واكبر دليل هو الانعكاس ديالها في المرايا اللي مقابلة مع الباب، انعكاسها وهي كضحك لولد امها. وشكون عارف شعرها تكون صبغات ولا ودو هو نيت؟ ميمكنش تكون هادي كاملة صدفة. ما صبغات شعرها حتى جات لدارهم، وبالضبط فاش بدا كيدخل ويخرج ولد امها الشك بدا كينهش فيه، وزاد كمل عليه الرياكشن اللي دار ولد امها والشوفات ديالو ليها. هو راجل عارف قري مزيان بحال دوك الشوفات اش كاينيو. حس بالضيق في صدره ولاد من حتى الحاج المرتدي بدا كيقلب على التليفون في جيبو ناوي يصوني لها ويهضر معاها، ولكن مع ضرب يدو على الجيب اللي كان دايرو فيه ما لقاش. بدا كيقلب جيب السروال والو، واش كان ليه شي اثر؟ واش مشات لك شي حاجه؟ دار كيقلب عليه فوق ستاري حدا المخات التليفون طاح لي في شي قنت. بدا كيقلب معاها هو جالس ونتق شوف من تحت الطبله ولا من مول المخايط يكون سلق لك تم.
حيد يديه، الغشة ديال الطبلة كيطل. شوف غير هنا ما عنده فين يمشي، ما عاد الا الى خليتي الى برا. اما هي خارجه من الترقاص ديال الكوري كتزرف خطاويها وكتقلب عيني على غزلان. يا ربي حبيب شاد الحرير عاوتاني، كعرفتي بقى هيدا كدخلت معايا للدوش، ما قدتو فلتاتو فينا. يا ربي غيبقاو هيدا ملاهين بعضياتهم، ها لا ما ندخل بعيدة. فيروزه اش كديري هنا؟ يا انا اللي اش كندير هنا ولا نتينا؟ فين التليفون اخي زلان؟ فيروزه انا قلت لك من الاول داكشي اللي درتي يخرج غير عليك، وانا ما بغيتش هادشي يوقع لك. صبر ما تقولش ليا رجعتيه ليلو. ما رجعتوش ليلو فيروزه، غات انا بالحق رجعتو لبلاصتو. واش حماقيتي؟ واش انا كنفتش ما ينخرج راسي مزيان كتفش ما يزيد تغرقني باغا يجبر باش يهددني؟ ما عنده ما يلقى فيها فيروزه. انا صلحت داكشي، واش غير نجي تشكيت عليك تصلح لي شي حاجه؟ بصلحتي دابا صلحتي فاش خليتي عاود يرجعوا هذا والصلح؟ خلاتها ودخلت الكوري مع اول صدمه غتسمح حسات براسها صدمات على جلسه ديال الماء. هزتش ليلى بيدا باش ما يفزكوش، هادشي ما ينجش جا دابا. انا اللي طلقت داك الماء باش رجع التليفون ديالو ولقاه خاسر بالماء، يقول بلي سبابو الماء اللي كان مطلق، يقولش انت اللي سرقتيه ولا غرقتيه في سطل الماء. خرجت من الكوري ما عجباش الحال من غبت خسا عليها، كانت عارفه غتبقى هزلها من الكود والتليفون الا بقى عندها، غير ما غيزيد يغلق لها الدواسه الحل الوحيد اللي لقاته باش ما تفرش بلي سرقاته وتغرق الدواسه مع راجلها وعائلتها، وما يتفرشوش الميساجات وتغرقوا في السطل ديال الماء وتطلق الماء من تي وتخليه بحال شي واحد دخل تلقوه من الساحه حتى صدق مغرق التليفون اللي رجعته للارض وهو شابع ما. خلاتها مع ديك الروينه وخرجات من تما. اما فيروز في الاثناء تحضرات بدات كتحاول تشعل التليفون، لكن ببساطه لقاتو خاسر. نادت من بلاصه بيحس شويه بالراحه ملي لقاتو خسر، تما تقصد الباب ديال الكوري حتى حلات الباب اعتبرت اول خطوه برا وهي تحس بشي جراتها للجنب. وهنا انتهى هذا الجزء ونتلاقاو في الجزء الثاني ان شاء الله. انا ما غاديش نتعطل عليكم، طبعا غادي نحط لكم جزء في الوقت. انا غير حيت كنت مريضه راه قلتها لكم، والمرض هلكني في صحتي وزاد على ما بيا، عندي واحد الودينات ما كنسمعش بهم نهائيا، ودابا كنقرا لكم وانا كنسمع غير الصوت ديالي. طلبوا لي الشفاء العاجل ان شاء الله، والله يحفظكم ليا كاملين ويخليكم ليا يا رب في نظركم. واش الصافي ولا تيبغي هاد المسيخيطه هادي باينه غادي تخرجها منهم، جايين اجزاء وعنين بزاف. وبغيت نقول لكم ما بقاش بصراحه بزاف، وغادي تنتهي هاد القصه وما غاديش نسخو بها. خليتكم على خير، السلام عليكم.